بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهاردة زيارة مهمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقمة المصرية الصينية مع الرئيس الصيني شي جين بينج. هنتكلم عن القمة المصرية وعن لقاءات السيد الرئيس وعن ما جرى أيضا في البيان المشترك المصري الصيني. ولكن عندنا النهاردة اجتماع الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. عقب الاجتماع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع بحضور الدكتور علم صلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمر صحفي مع زملائنا مندوبي مجلس الوزراء. كشف فيه رئيس الوزراء طبعا على مدار الفترة اللي فاتت الكلام كله يدور حوالين العيش وحوالين الدعم وحوالين الكهرباء وحوالين البنزين وحوالين يعني منظومة الدعم بالكامل. رئيس الوزراء النهاردة أخبرنا أنه مجلس الوزراء اليوم وافق على، نتكلم هنا على بطاقة التموين مش العيش اللي حر، بطاقة التموين عندنا 72 مليون مواطن بياخدوا عيش، بياخدوا الخمس سرغفة بربع جنيه، مش هقول العشرين بجنيه، هتكلم حاجة بسيطة قوي، خمس سرغفة كانوا بربع جنيه على المنظومة اللي خلاص آخرها بعد بكرة، آخرها يوم الجمعة، لأن من يوم السبت هنبدأ في منظومة جديدة اللي هو الخمس سرغفة هيبقوا بجنيه، يعني كان الخمسة بربع جنيه هيبقوا من يوم السبت الخمسة بجنيه، تم الرفع إلى 20 قرشا بدلا من 5 قروش ثمن رغيف الخبز الواحد في منظومة التموين. والتساؤلات كتيرة جدا من الرأي العام، وعايز أقول لحضراتكم ولازم نبقى واضحين وشايفين الحكاية. احنا طرحنا على صفحتي على اكس سؤال للرئيس الوزراء اتكلم على منظومة الدعم السلعي وتحويله الى نقدي، وعايز الرأي العام يشارك ويتعمل حوار مجتمعي وحوار وطني والناس تقول رأيها. فانا قبل الهوا بشوية على طول على الصفحة كتبت رسالة لحضراتكم، سألت السؤال اهو، هل تؤيد تحويل الدعم من سلعي الى دعم نقدي؟ ده بالمناسبة قبل دقائق، يعني ده مش من ساعة، قبل دقائق. هل تؤيد تحويل الدعم من سلعي إلى دعم نقدي؟ اللي أدوا بأصواتهم لحد دلوقتي اللي دخلوا شاركوا 2320، اللي قالوا نعم 25%، اللي قالوا لأ نسبة كاسحة طبعا 75%. التصويت مستمر معانا لحد نهاية الحلقة، يعني كل شوية هعرض لحضراتكم سؤال وناخد ونشوف المشاركات قد ايه، ولكن بتكلم على رأي الناس. وزي ما بقول كده ده بيبقى أمر في غاية الأهمية. نروح لسيادة الوزير الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. سيادة الوزير أولاً مساء الخير. مساء النور يا أحمد، ومساء النور على كل مشاهدينك وكل إخواتنا وأولادنا وأبهاتنا المستمعين معاك. بعد المؤتمر الصحفي على طول حتى الآن ردود فعل سلبية على عملية الرفع، أنا عايز حضرتك تشرح للناس ليه قررنا في هذا التوقيت رفع والدعم الخاص بالعيش الخاص على منظومة التموين بدل ما كان الرغيف بخمسة هيبقى بعشرين، ليه القفزة الكبيرة اللي هي 4 أضعاف؟ ليه ما بقيناش ممكن كان يبقى مثلا يعني 10 مثلا مش 15، وليه 20 مرة واحدة؟ اتفضل يا حبيبي. اولا بشكرك جدا وبشكر كل الساده المستمعين طبعا اللي هم اي تغيير واي زياده في الاسعار لا يلاقي استحسان اقبال او يعني تشجيع، انما لازم نبقى واقعيين. فضل. يعني بمعنى صح نمره واحد، دوله رئيس الوزراء قال الموضوع ده بقى له اكتر من 30 سنه. وبالتالي عندما نرى، والحمد لله ان انا كنت موجود وحضرتك موجود، لما كنا في 2006 كان القمح ب 400 جنيه والناس سامعاني، كنا بناخد الارداب ب 400 جنيه، النهارده احنا واخدينه ب 2000 جنيه يعني 5 أضعاف. واستمر رغيف الخبز ب5 قروش. عندما كانت الدوله قادره وتستطيع انها تدعم، ويمكن حضرتك لاحظت في وقت كورونا وفي وقت الحرب الروسيه الاوكرانيه لما زادت الاسعار الدوله استمرت في الدعم. ولكن لابد ان نقف وقفه حتى يمكن ان نستمر في الدعم، لابد ان يكون هناك نوع من التوازن. نعم.
ادي بس حضرتك مثال. اتفضل يا استاذ. المستمعين عارفين ان احنا كنا حطينا سعر للقمح ب 1600 جنيه للاردب. ايوه. والناس كانت راضيه. ومجلس النواب وافق على ذلك. لما جينا لقينا الاسعار ارتفعت. ودايما بنعرض قبل 15 يوم من الموسم على مجلس الوزراء. الحق يقال لم نتردد ان احنا نخلي سعر 2000 جنيه انصافا للفلاح، لسبب كان في هذا الوقت الاسعار العالميه بتقول تقريبا كده، واحنا زودنا سنه صغيره عن السعر العالمي عشان ارضاء للفلاح. نعم. اذا كل ما نمتلكه في زيادات بنفعلها، انما لما تيجي النهارده تحسب التكلفه وكل بني ادم يقدر يعرف وجنبه صاحب مخبز وعنده قدره يحسب ان لما الارداب بيبقى ب 2000 جنيه معناه طن القمح ب 13333. ده عايز يتطحن التكلفه بتاعت الطحن. ايوه. 100 جنيه للطن. ايوه. ثم يتكيس ثم يتنقل ثم كذا. نعم. فلما حسبنا تكلفه الرغيف طلع 125 قرش تكلفه. وعايز اثبت للناس كده صحه هذا الكلام دون مراجعه لارقام. احنا يوم ما عملنا وحضرتك كنت معانا في موضوع العيش الحر وقلنا ال 80 جرام بجنيه ونص. ايوه. والناس انبسطت لسبب كان وصل 2 جنيه و3 جنيه. نعم. فاذا ال 80 جرام الحر بجنيه ونص. نعم. احنا بنقول تكلفه ال 90 جرام بتاعنا تكلفه ليست لا هناك هامش ربح ولا اي شيء 125. لما الاقي ال 125 بديها بخمسه ساخ، اذا لازم ادعم تقريبا 100% او 97 98% دعم. نعم. احنا في 2006 لما كانت الدنيا مستقرة حتى، لما نلاقي كان التكلفة 20 قرش واحنا كنا بنبيعه بخمسة ساخ، يعني الدعم حوالي 75%. ليه ما خدتوش القرار ده في 2006؟ ليه ما خدتوش القرار ده في 2006 مع الوزير؟ لا ما خدنا 2006 كان 20 قرش وكان خمسة ساخ. اه. فكان الدعم يمثل 75% من القيمة. نعم. النهارده مع ال 20 قرش و 125 الدعم يمثل 84% من القيمة. يعني سيادة الرئيس لما قال ان الدعم زاد فعلا زاد، وده كله تبع مقدرة الدولة. الهدف المحافظة على منظومة دعم رغيف الخبز واستمرارها دون ان تؤثر تأثيرات سلبية. السنة اللي فاتت احنا كان دعم رغيف الخبز 91 مليار. نعم. السنة دي 125 مليار. اللي هي موازنه 24 25 و23 24 بالظبط. وحضرتك انهي فيهم؟ لا انهي موازنه فيهم ال 125 وبتتشرح. اه. فاذا كان لابد ان احنا نتعاون جميع. اه. منهم المواطن، منهم صاحب المخبز، منهم صاحب المطحن، منهم الاجهزه اللي موجوده في الدوله، منهم الوزاره، بحيث كان الهدف كيفيه استقرار واستمرار ان الراجل يصحى الصبح بعد الفجر يقدر يروح يلاقي العيش بتاعه، يقدر يلاقي الحاجة منتظمة دون أن يكون هناك خلل مادي يؤثر سلبا بعد ذلك في العملية. مين بياخد التمويل يا سيادة الوزير؟ مين بياخد التمويل؟ لو لاحظت كلهم يقدروا يحسبوا. أيوة. مين بياخد التمويل؟ مين بياخد التمويل؟ نعم. مين اللي بياخد التمويل في مصر؟ عند في العيش. 71 مليون مستفيد. اللي هم مين؟ 24 مليون بطاقة. اللي هم مين؟ لا كلهم معرفين، كل الناس الفئات الاكثر احتياجا. أيوة. زائد العماله الغير منتظمه. أيوة. زائد الموظفين اللي اقل من 9600 جنيه. ايوه. دخل شهري كويس. زائد الـ الارامل، زائد الـ الام المعيله، السيده المعيله، زائد يعني دول اللي ظروفهم صعبه نسبيا. اه. ولكن انت. أيوة. عارف مظله الضمان الاجتماعي في وقت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دون ان نتكلم في ارقام. اه. بص على الضمان الاجتماعي كان 100 جنيه، النهارده وصل 600 و700 و800 جنيه. نعم. المعاش تكافل كرامه كان 250 والطفل مش عارف 50 جنيه، وصل النهارده ل 400 و600 جنيه. نعم. اذا مهم جدا مظله الامان الاجتماعي، ولكن الاهميه في مظله الامان الاجتماعي القدرة على الاستمرار والقدرة على قدرة موازنة العامة للدولة على انها تضخ هذه الفلوس دلوقتي. سيادة الوزير على المنظومة
حضرتك النهارده محددين للفرد 50 جنيه، هيشتري ب 30 جنيه من ال 50 عيش، هيتبقى له 20 جنيه، هيجيب بيهم ربع كيلو سكر. لا يا لا يا احمد، لا يا احمد، ده ملوش علاقه، التموين حاجه والعيش حاجه. نعم، المواطن على بطاقه العيش ليه 5 رغيفة في اليوم. ايوه، لكل فرد. نعم، بكره الصبح هيروح بدل ما كان بيدفع بس 5 ساغ هيدفع 20 قرش. نعم، لو خد 5 رغيفة يدفع جنيه. نعم، لو خد 20 رغيف عشان هم 4 هيدفع 4 جنيه. نعم، اذا الموضوع التموين ملوش اي علاقه. السكر لسه في التموين ب 12 جنيه 60 قرش والسكر الحر اللي على البطاقه ب 27 جنيه والزيت زي ما هو وكل الاتمان في بطاقه التموين. التموين حاجه والخبز حاجه ثانيه. طب هل انا 50 جنيه ال 50 جنيه دي للفرد المستحق للتموين، ملهاش اي علاقه بالخبز. طيب لو انا النهارده بتكلم وخدنا هذا القرار، مش كان ممكن نبدا من اول يوليو مع بدايه السنه الماليه الجديده؟ ليه بعد بكره؟ ليه اقول للناس بعد بكره تروحوا تاخدوا العيش كده؟ اولا الناس مش، بص يا عبد، نمره واحد، قرار رفع سعر القمح من 1600 ل 2000 اتاخد من 15/4 او من 1/4. اي فندم. وبالتالي العجز في الموازنه موجود من شهر 4. كان هناك دراسات عشان نشوف نعمل 20 25 نعمل كام عشان تعويض الفرق اللي دفعناه لاهلنا وناسنا اللي بنشكرهم وانتجوا القمح اللي احنا بناخده منهم ب 2000 جنيه الارداب. أيوة، نديهم الرغيف ب 20 قرش. نعم، فاذا احنا بندفع، بس ما مش كلهم بيزرعوا يا سياده الوزير، حتى الشرقيه مش كلهم، وانا من سوهاج مش كلهم بيزرعوا اللي بياخدوا العيش، مش كلهم عندهم قرش. بص يا بص بص يا بص مش كلهم عندهم قرش. انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم على اتزان العلاقه الاقتصاديه. ان نعم، انا ما قلتش عشان بدي رغيف رخيص فانا هاخد القمح رخيص. ايوه، لا، انا خدت القمح بحقه وزياده. وبالتالي لما انا ادي الناس حقها وزياده اضعف الايمان ان انا احافظ على الاتزان في الموازنه. نعم، فالفرق ده ان لم نكن نعكسه على سعر الرغيف حاجتين مهمين جدا. نعم، نمره واحد، العجز هيزيد، والعجز هيزيد هيأثر تأثير سلبي في كل مناخ الاقتصادي. نمرة اتنين، الاستهلاك بيزيد كل ما يكون فرق السعر الحقيقي اللي هو 125 قرش وباخده بخمسة ساغ، الاستخدام الخاطئ للعيش بيزيد، وحضرتك عارف كده كويس. نعم، كلنا فلاحين وعارفين. نعم نعم، بينما لما يكون بدفع في جزء، مش كل الناس، في جزء لانه في ناس معتمد على العيش بس وفي جزء استخدامهم خاطئ. صحيح. لا، ما انا بس بستاذن حضرتك، بس انا هقول لك اهو، كتير جدا من الناس عادية جدا كلموني وقالوا لي ال 20 قرش مناسبة جدا، نديد لما اخد الخمسة بجنيه مفيش فكة أقل من الجنيه. لا، الناس اللي هيتكلموا حضرتك مبسوطين يعني؟ لا، ناس بسيطة مش مش لا مبسوطين بالزيادة؟ لا، ما بقولش مبسوطة، بنقول اختيار الرقم 20 قرش ده مناسب، عشان لو كان 15 كان الفرق ده مفيش فكة خمسة ساغ وكده، وبالتالي المخبز كان هياخد برضه الجنيه. طب هل كان قدامكم بدائل في مجلس الوزراء وبتطرحوا الموضوع ده النهارده؟ يعني بنتكلم 5 10 15 20، هل في يعني لا كان في بدائل ولا هو الرقم ده اتحط وخلاص؟ نعم، لا يا فندم، الدراسه دي اتعملت قبل المجلس، اشترك فيها كافه الجهات المشاركه. ايوه، وتم التوافق على ال 20، والا ما المجلس مش بياخد قرار كده. المجلس بيتعرض عليه مذكرات من عندي ومن الاجهزه المعنيه وكذلك الدراسات الماليه اللي بتتعمل وكل ده، وبالتالي بيتم اخذ القرار بناء على كافه الدراسات المترتبه عليه. هل وفي نفس الوقت بقول ايه؟ الدعم النهارده في رغيف العيش 84% من القيمه. بينما كان في 2006 75%. نعم، فاذا الدعم زاد، يعني زاد، مش كلام شفوي. اي بني ادم من الساده المستمعين ولا مستفيدين ايوه، هو زاد، بس التضخم كمان زايد، والتضخم دلوقتي زايد كمان، وعندنا الاسعار مرتفعه. التضخم علينا كلنا يا اخي. التضخم علينا كلنا. نعم، والتضخم موجود في كل الدول، وانا قلت الكلام ده قبل كده. نعم، ولكن انا بتكلم على الزياده اللي حصلت من 2006 وانا شاهد على ذلك. نعم، لغايه النهارده
لا تمثل اي شيء بالنسبه للزياده في التكلفه. ده بقول لك قيمه الدعم النهارده 84% من ال 125 قرش. نعم. بينما في 2006 وكان الدنيا مستقره كان عباره عن 75% فقط. اذا الموضوع يجب ان احنا نبص لاتزان المنظومه وقدره الدوله على الحفاظ على الدعم لكافه المواطنين المستفيدين من الخبز. وسامع انا حضرتك ان احنا خلال العام القادم نبص ونفكر في موضوع التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، وبالتالي يدي حريه ويوفر للمواطن اذا كان مش عايز الخمس ترغيفه يقدر يوفر او يقدر يستفيد بالمبلغ كما يريد. هروح للدعم النقدي والسلع بعد شويه، ولكن كمان فيما يتعلق بمنظومه العيش، هل في ناس بتاخد عيش لا تستحق انها تحصل على هذا العيش؟ وتقريبا لو احنا عاملين حصر او متابعه عددهم قد ايه؟ وهل ان انا في الطريق ان انا اقلل العدد؟ اقول لحضرتك حاجه، قد يكون هناك بعض الناس فئات لا تستحق دعم العيش، ولكن عايز اقول لحضرتك الدعم التمويني وصل 62 مليون فرد، ودعم العيش 71 مليون. نعم. الفرق كله في 9 مليون دول. التسعة مليون دول ممكن منهم ناس مش مستحقة، ولكن نعلم جيدا ان مش كل المناطق يدوب عدا عواصم المحافظات هي اللي فيها مخابز حرة، انما لو نزلت عزبة او قرية مش هتلاقي مخبز حر. ولذلك انا استأذنت فخامة الرئيس ان احنا نستمر في دعم العيش المدعم لبعض الفئات اللي هي في الارياف وفي غيره كذا اللي ما عندهاش وسيله الحصول على العيش. ايوه. الا عن طريق ده حتى نجد البدائل. وكنا اقترحنا وحضرتك كنت معانا في وقت من الاوقات ان احنا نقدر نخلي العيش المدعم ده يشتريه حر بس بجنيه وربع. في هذه اللحظه نستطيع ان ننقي من يستطيع ونقول له لا اشتريه انت بجنيه وربع. انما حتى على 9 مليون دول فيهم ممكن يبقى ليهم تنقيه اخرى؟ ممكن، بس مش شرط التسعة مليون، ممكن 3-4 مليون منهم ممكن تبع ما المؤشرات بتاعة الحماية الاجتماعية تبين. بس النقطة كلها احنا موجودين لخدمة الناس وليس في الآخر توفير فلوس. الموضوع مش توفير فلوس. نعم. الموضوع قدرة على الاستمرار في الدعم. طب المبلغ اللي هنوفره ده اللي هو بنوفر كام على الوزير من القرار بتاع النهارده؟ القرار بتاع النهارده يوفر 13 مليار و4 من 10. هيروحوا فين؟ تكلفه الدعم 125 مليار. المبلغ ده هعمل بيه ايه؟ اوديه فين؟ المبلغ ده نمره واحد زي ما دوله رئيس الوزراء قال هناك احتياجات حاله جدا سواء في حياه كريمه او تدخل فصول تعليميه جديدة أو بناء مدارس أو كذا. هناك الطلبات كثيرة جدا والقدرات محدودة، ومن ثم لابد من استغلال الفلوس بطريقة جيدة حتى تعود في الآخر بالفايدة الكلية على المواطن. هل النهاردة هقرب من الوزن ولا الوزن كما هو؟ لا 90 جرام هو 90 جرام. لا مش هنقرب للوزن. لا هقرب من المستفيدين ولا هقرب من عدد الافراد في البطاقه ولا هقرب من الوزن ولا هقرب من صاحب المخبز. كل شيء زي ما هو، ولكن المواطن بدل ما كان بيدفع 5 هيدفع 20. هل في اضافه لمواليد قريبه ولا خلاص ما عندناش؟ لا، حتى هذه اللحظه اللي فخامه الرئيس توافق لنا عليها الناس بتوع تكافل وكرامه او بتوع الضمان الاجتماعي او اولاد الشهداء او الاطفال اللي هم في رعايه اسر بديله. هم دول اللي مضافين؟ دول اللي احنا قربنا نخلصهم وهنعرض على فخامة الرئيس ان شاء الله. دول متوقع يصرفوا امتى؟ يدخلوا امتى؟ لا دول دخلوا كلهم، بيدخلوا جزئي جزئي جزئي. ده عددهم كبير؟ ممكن يوصلوا نص مليون، 650 الف. لا مش دول داخلين جداد يعني او يعني اضافوا للمنظومة. والحمد لله يعني بيدخلوا وبالنقي، التنقية مستمرة، فمن لا يستحق بنشيله. وبالتالي لو تلاحظ العدد تقريبا ثابت مع دخول هذه الفئات. طب مع الوزير ايضا لو بنتكلم على الدعم النقدي، هل رايحين لهذا ملف بمنتهى القوه؟ انا طرحت على المشاهدين زي ما رئيس الوزراء اتكلم النهارده انه ده جزء من الحوار المجتمعي وادي العدد بنتكلم على هل تؤيد تحويل. هقول لحضرتك الموضوع ده بسيط جدا.
حضرتك نفتكر جدا ايام الله يرحمه الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر. نعم. الدكتور علي لطفي في هذا الوقت طرح موضوع التحول من الدعم العيني للدعم النقدي. وكان في ديبيت وكان في دراسات كتيره جدا وفي وفي وفي. ما حدث ان الظروف المحيطه بينا والظروف العالميه كتير قوي بتاثر بقى زي ما حضرتك قلت تضخم عالي او يكون في حرب او زي ما حصل الازمه الماليه العالميه في 2008 وغيرت الاسعار. ولكن النهارده دوله رئيس الوزراء وجه قال هيتم الدراسه متانيه بحيث نشوف كل الدعم. انا مش بنتكلم على دعم العيش بس، انا بنتكلم على دعم العيش ودعم التموين وبنعمل دعم البوتاجاز وبنعمل ونبص على اي انواع كل الدعم. كل الدعم طبعا. اه مديد كل التاني اللي هو سواء مباشر او غير مباشر او عيني هو ده برضه في خلل. او دعم السماد ما هو في خلل. انما لما ادي الراجل فلوسه يقدر يشتري الحاجه. وقال هتتحسب الكلام ده ونشوف ايه التاثير الكلي على الموازنه العامه للدوله. وسئل سؤال، طب نفترض ان المطلوب اكتر، هل مستعدين نوصل لمطلوب اكتر في الموازنه؟ ولكن في الحاله دي هيبقى كفاءته اعلى وفاعليته بالنسبه للمواطن اكتر. ولكن عشان نجاوب حقيقه يعني، ايوه طبعا الدعم النقدي اكثر كفاءه من الدعم العين، ما فيهوش خسائر، ما فيهوش بيع في السوق السوداء، ما فيهوش تسريب، ما فيهوش الحاجات اللي كلنا ده افضل للحكومه ولا للمواطن الدعم النقدي؟ لا لا لا، الهدف المواطن. اه الهدف الغير مش الحكومه يعني. انا مش افضل ليا كحكومه؟ لا لا، الافضل للحكومه فقط انها تبقى عارفه راسها من رجليها. اه اه تبقى عارفه الرقم. نعم. لا مش بهزر، انا بكلم بمنتهى الوضوح. كويس. نعم. انما فهو افضل، حضرتك ترى انه افضل للمواطن. ان لم تكن فايده للمواطن اعتقد لن يستطيع احد ان هو يتدخل فيها. نمره. نعم. دي نمره واحد. نمره. نعم. اثنين، دوله رئيس الوزراء قال الكلمه الحاكمه اللي بتخوف الناس من الدعم النقدي. أيوه. ان هو ممكن يحصل تضخم وبالتالي قيمه الجنيه تقل. صح. وبالتالي القدره الشرائيه تقل. فالدكتور مصطفى النهارده قال كلمه منتهى الوضوح، قال ويتم تعديله سنويا بناء على المؤشرات التضخم، واي تغير في الاسعار قد ينتج بدون يعني لظروف خارجيه. فهذا العنوان مع هذا الاحتياط اعتقد هيشجع كتير من الدارسين ومن اصحاب الراي ومن الناس اللي عندها خبرات انها تدخل وتحط ونضع منظومه نتفق جميعا عليها لفايده المواطن اولا واخيرا. ومعلش قد لا يوافقني الكثير على اللي انا اقوله، زياده رغيف الخبز هو في الاخر تقويه قدره الدوله على امكانيه خدمه المواطن. يا قلبي لا تحزن لما اجي اقول له طب انا مش قادر اديك الا رغيفين او ثلاثه، طب انا ممكن كنت اقلل العدد. طب لما انا اقلل العدد طب انا اقول له جيب منين؟ انما احنا قلنا نرفع السعر رفع نسبيا مقبوله لاسباب زياده الدعم، فاتوره الدعم الرهيبه اللي حصلت في السنتين اللي فاتوا، وفي نفس الوقت مشاركه متميزه بيننا وبين المواطن وبين كل الجهات الخادمه في هذا الموضوع حتى يمكن استمرار عمليه الدعم. عارف سياده الوزير المشكله ايه؟ وحضرتك طبعا وزير في الحكومه المصريه ورجل سياسي يعني. لا قول ايه المشكله؟ المشكله ايه؟ ان كل حاجه مع بعضها. النهارده بنتكلم على التموين وبنتكلم على الكهرباء وبنتكلم على البنزين وبنتكلم على كذا وكذا، فبقت كل حاجه مع بعضها. هي دي المشكله. لا لا، اللي عايز يشوفها كلها مع بعض. ما انا هو بطرحها على حضرتك. انا بقول لحضرتك لحظه واحده بس. مستفيدي العيش الحقيقيين ليس لهم دعوه لا بالبنزين ولا بارتفاع الكهرباء. ليه؟ ليه؟ هم في الشرائح الدنيا اولا ما عندهمش عربيات، انت عارف حضرتك اللي عنده عربيه فوق 2015 شلناه. فهم ما عندهمش عربيات، وفي نفس الوقت هم بيشتغلوا في الشريحه الكهرباء القليله. وبالتالي لا يتأثر. وبالتالي دول مجموعة تمثل 40-50% على الأقل من المستفيدين اللي أنا بتكلم عليهم. نيجي بقى الطبقة المتوسطة، أقدر أقول لك آه قد تتأثر لسبب إنها كانت ضبط نفسها بالملي يعني. إنما هاجي أقول لك هتيجي تتأثر في العيش اللي هو بدل ما كان بيدفع مثلا 50 قرش بقى يدفع 2 جنيه، أعتقد نسبية الجنيهات في العيش
اقل ما يمكن ان تؤثر تاثير على الدخل الكلي للاسر من وجهه نظري. طيب اذا الناس قالت لا، هل الحكومه هتغير رايها وتروح مع الناس لو قالوا مش عايزين الدعم النقدي عايزين السلعي؟ والله والله ادي لو الناس قالت، لو الراي العام قال، ما انا بستاذن حضرتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نحن نتمتع بشفافيه واضحه وارقام واضحه يمكن ان نتحققها سواء من الموازنات او من مجلس النواب او من كل الجهات، وبنقول للناس ادي الزياده اللي زودناها لكم في ثمن القمح، ادي الزياده اللي زادت علينا في الاستيراد، وادي عايزين نحافظ على المنظومه. ما تحمله المواطن اقل من نص ما زاد. كم معالي الوزير فاتوره القمح؟ 13 مليار. احنا مزودين الموازنه العامه 35 مليار في العيش. فيعني لم نحمل المواطن حتى الزياده، محملينه نص الزياده. فاتورتنا في القمح قد ايه يا فندم كل سنه؟ فاتورتنا في القمح السنه دي الجديده يعني اللي هو الموسم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي 79 مليار القمح. غير بقى الطحن، غير الخبز، غير كذا. الاجمالي كله 125 مليار. فطبعا رقم لم يحدث من قبل، ولكن كل ده مش جاي نتيجه تضخم عندنا، ده جاي نتيجه ارتفاع اسعار عالميه. ونفسي يا استاذ احمد تبص على موقف الدول، فرنسا وانجلترا الدول المتقدمه، وتشوف سعر الخبز بقى قد ايه من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. بس اسال كده، الرغيف كان في باريس من ثلاث سنين ودلوقتي بكام؟ بس هل وارد؟ انا بقول ان احنا الدخل، انا بقول النسبه. فلما بقول نسبه الزياده اللي احنا مزودينها اقل من 50% من نسبه ما تتحمله موازنه الدوله في الزياده. هل انا كمان محتاج ان انا استورد السنه دي بعد ما انا هيجي لي 3 وشويه او حوالي؟ طبعا احنا استهلاكنا 8.5 في العيش المدعم. لو انا جبت 3.7 يبقى انا هستهلك استورد يعني هجيب 4.7 مليون طن. مليون طن عايزين كام دولار دول؟ اضرب الطن في 277 اخر حاجه جايبينها. قول يعني ارقام بالمليارات. بالمليارات. هل مع الوزير عموما، بص انا عايز استفيد من وجودي معاك يعني. اتشرف. مهم جدا ان الناس تبقى عارفه لابد ان احنا نحافظ على الدعم، واي بني ادم بيقول ان الدعم هيتشال او هيقل او كذا او كذا، مع احترامي لازم نقيس نسبي مش نقيس مطلق. يعني ايه نقيس نسبي؟ زي ما قلت لحضرتك الدعم في 2006 حيث كنا بنتكلم على اعلى معدلات نمو واعلى معدلات مش عارف ايه وكلام من ده، كان 75% من ثمن الرغيف. النهارده الدعم بعد الزياده 84% من ثمن الرغيف. اكتر يعني. نعم. دي نمره واحد. نمره اثنين، ما حدث في ظروف خارجيه وحضرتك قلتها عشرات المرات خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، اثرت بالسلب جامد جدا. احنا لسه طالعين من ازمه دولار مخيفه وازمه نقد مخيفه. فلا بد من المحافظه على استقرار الاقتصاد الكلي للدوله، وبالتالي لابد، وهذا يحافظ على الدعم، مش هذا يقلل من الدعم، يحافظ على الدعم واستمرار قدره الدوله على الدعم. وبالتالي مهم جدا ان الناس كلها تبقى شايفه، وان احنا كلنا مع بعض وهدفنا في الاخر خدمه المواطن بناء على ما نستطيع ان نخدمه بيه. مش جايين على المواطن، مش جايين على المواطن. لا يا فندم، لا يا فندم، والنبي خلي الناس تتكلم، افتح الاسئله وخليهم يتكلموا. لا مش عايز افتح الاسئله وخليهم يتكلموا. حاضر. لا خليهم يتكلموا، حضرتك اسالهم. نعم. هنسال وقول له انت بتشتكي من ايه؟ بس بتكلم في نقطه العيش. ما يدخلناش في مواضيع ثانيه. هنسال، ولكن خليني كمان، هل وارد موضوع السيد الرئيس كان طرحه يوم السبت اللي فات، موضوع الذره الرفيعه وتشوفوه مع القمح ونسبه 20% وده ممكن يوفر لنا 2 مليون طن؟ يا احمد، هل وارد؟ يا احمد احنا كنا بنخلط طول عمرنا، بس كنا بنخلط الذره الشامي البيضة. نعم. النهارده بقى في الذره العويجه بتاعه الصعيد بتاعه زمان اللي بتستخدم في العيش الصعيدي. ابتدت تتزرع في المناطق الجديده. فسياده الرئيس وجه ندرس دي. احنا عملنا تجربه ونسبه الخلط 10% و15% و20% وماشيه كويس. تجربه ناجحه؟
طبعا يا فندم، كل الفلاحين احنا زمان كنا بنقبز عيش ذره. نعم. فبالتالي واحنا انا لغيت خلط الذره في 2008 لما الذره في مصر قلت وفي نفس الوقت زادت عالميا. نعم. انما النهارده احنا بنتكلم مش في الذره البيضاء، بنتكلم في الذره العويك. نعم، العويك، العويك الصغيره. ايوه. فالذره الصغيره دي بتقدر تحطها مع القمح وتطحنها مع القمح. مش طحن، ده مختلف عن ده. ولها مميزات في البروتين و و و و ولكن المهم ان احنا ننتج. حتى هذه اللحظه ما عندناش مساحات، يمكن ما توصلش 50,000 فدان، ما يكملوش 150,000 طن، ما يعملوش حاجه. نعم. فاحنا درسنا ونجحت التجربه، وبالتالي نستطيع نطلب من الزراعات في توشكا وشرق الوينات ووادي الشيح ومستقبل مصر اذا قدروا يزرعوا بكميه معينه نحسب بقى نسبه الخلط ونطلع نتيجه. في الاخر ثمن الذره مش ارخص من ثمن القمح، تقريبا زي بعض، ولكن المهم ان احنا نقلل الاستيراد. نعم. لو انا اجيب 1,000,000 طن ذره عويجه، طب انا هقلل بدل ما استورد 3.7 مليون طن استورد 2.7. نعم. فاقلل الضغط على العمله، فالفكره جميله. وارجو من يعني من حتى يتم دراستها، مش دراستها، يتم نجاحها، ولكن حتى يتم انتاج الكميه المطلوبه نستطيع ان احنا فاضلين ما فيش خلط الى ان يتم انتاج الكميه المطلوبه بطريقه عمليه، مش ان انا عندي 100 طن اخلطهم ولا 200 طن، احنا بنتكلم في 8.5 مليون طن بنستهلكهم، لو عايز اخلط ب 10% معنى عايز 850,000 طن ذره. ال 850,000 طن ذره دول عايزين 300,000 فدان. فيعني الموضوع مش ببساطه. انما الفكره ممتازه ونستطيع ان ندعمها مع الزراعات الجديده. هل سيادة الوزير ممكن نفتح لي المخابز اللي تبيع عيش حر، تبيع العيش كمان؟ اعيد العرض على مجلس الوزراء عشان نستطيع ان احنا نفتح هذا الملف الممتاز. ده وارد؟ ولكن نعم وارد. 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 ايوه. طب الفارق ده اللي هيتم هتحاسب المخابز ازاي وعلى كام وهل هو تكلفته جنيه وربع، هنبيعه بجنيه وربع. ده الحر. لا 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 لا، مش هحاسب المخابز، ده هو بجنيه وربع، وهيبقى ليه كارت مدفوع مسبقا وبياخده بالمكنه زي الخبز العادي، بس بيدفع جنيه وربع بدل ما بيدفع 20 قرش. نعم. بس طيب خلينا عشان قبل كمان، وانا بشكر حضرتك دايما، استعداداتنا لعيد الاضحى المبارك، كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله هندفع بكميات من اللحوم سواء الحيه او المجمده او الدواجن بكميات غير مسبوقه حتى يمكن الحفاظ على استقرار الاسعار. احنا عندنا في مناطق استقبالنا في توشكى وفي في سفاجة أكثر من 20,000 راس ومستمرين في ذلك، ويمكن صورت حضرتك في مجازر البساتين امبارح وعرضناه هناك، وبنزيد من ضخ اللحوم حتى يمكن نحافظ على السعر، وفي نفس الوقت كمان بنتيح للأوقاف الكميات المطلوبة لها أو من تحيا مصر في التبرعات اللي بتعملها. فان شاء الله ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا، ودائما نبقى جميعا مع بعض حتى يمكن الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد العظيم. ايه الضمان انه العيش الحر ما يزيدش ولا وارد يزيد؟ لا لا مش هيزيد، لسبب احنا محاسبينهم على ثمن الدقيق، مفيش حاجه زادت. احنا بنغير السعر المدعم ليس فقط عشان دي زاد، احنا محاسبينهم على كل الامور اللي هم عايزينها، والناس راضيه والدنيا بجد ما شاء الله، وبنشكرهم من هذا المنبر المتميز. احنا رايحين بنعمل ترشيد وليس الغاء للدعم، اخر سؤال. لا يا فندم، قولا واحدا. والله لا، ده احنا بنقوي الدوله وقدرتها الماليه حتى تستطيع ان تستمر في الدعم بجد. نقطه بس اخر كلام قول. كل التحيه لحضرتك. اشكرك جدا جدا، ودايما مع بعض، ربنا يحميك. شكرا. شكرا جزيلا دكتور علمي صلح، وزير التموين والتجاره الداخليه. قرار اللي اخذه النهارده مجلس الوزراء اعتبارا من يوم السبت اللي جاي، وزي ما شرح سياده الوزير انه هذا الامر محتاج شرح من الحكومه.
شرح من الوزير المعني وزير التموين الدكتور علي مصالحي، وانا بشكره لانه كنا حريصين جدا انه سياده الوزير اللي يشرح عشان ما حدش تاني يطلع يقول ارقام مش دقيقه او حد تاني يطلع يقول حاجات مش صحيحه ويبقى الكلام واضح. دوله رئيس الوزراء النهارده كان واضحا للغايه، والدكتور علي مصالحي ايضا واضح كان واضحا للغايه. الموضوع زي ما بنقول كده انه في دعم مستمر، الدعم مستمر. عايز اقول لحضراتكم رغيف العيش كان سنه 80 او 81 بقرش ساغ، القرش مش موجود طبعا دلوقتي، و84 كان بقرشين. جت حكومه الدكتور عاطف صدقي في سنه 88، تاني انا بقول لحضراتكم عشان بس تبقوا عارفين تاريخيا، 88 دكتور عاطف صدقي تم رفع رغيف العيش من 2 جنيه من قرشين الى 5 قروش. كان بقرشين 84 اترفع ل 5 قروش سنه 88، ظل على هذا الحال لحد يوم السبت اللي جاي. يعني من 88 نتكلم على 36 سنه استمر الحال ده لحد بعد بكره 1 يونيو عام 24. ولكن كان الرغيف في الوقت ده كام؟ وزنه 150 جرام، عشان نبقى كمان بنقول المعلومة صح. كان وزنه 150 جرام، بدأ يكش شوية، يكش. من 150 نزل وزن الرغيف ل 130 جرام، ثم نزل إلى 90 جرام، وهيفضل. وأنا سألت الدكتور علي دلوقتي سيادة الوزير وزير التموين على إذا كانوا هينزلوا، قال لك لا. وزن رغيف الخبز اللي كان بخمسة ساغ وهيبقى بعشرين هو 90 جرام، يعني محدش هيقرب من الوزن، ولازم نبقى متأكدين ده. وعشان كده لازم الجهات الرقابية، بحث التموين، جهاز حماية المستهلك، لازم نتابع هذا الأمر. واحنا كمان هننزل نتابع ده من يوم السبت إن شاء الله، ننزل المخابز ونوزن العيش وزنه كام اللي هو إيه على بطاقة التموين. بطاقة التموين موجود، العيش نتكلم على 72 71 9 يعني حوالي 72 مليون مواطن، عشان الرقم يبقى شايفينه صح. 72 مليون اللي بياخدوا عيش، يعني كل يوم الصبح لك حق تنزل تاخد العيش بتاعك زي ما بتاخده، مفيش حاجة اتغيرت. الحاجة اللي اتغيرت الوحيدة بدل ما كان بخمسة ساغ هيبقى بعشرين بس، فقط لا غير. ده اللي اتغير، ده اللي حصل النهاردة في الاجتماع مجلس الوزراء. وبالتالي التكلفة اللي كانت على الدولة كما شرح دولة رئيس الوزراء وكما شرح السبت الماضي السيد الرئيس هي تكلفة عالية في ظرف صعب جدا تمر به الدولة، مش الدولة والعالم، واحنا جزء من العالم، واحنا عندنا بعض المشاكل الكبيرة. طيب المشاكل الكبيرة ديت نتكلم على تموين لن يتم تاني. العيش سألت وبسأل، سألت المستشار محمد الحمصاني اول امبارح لما رئيس الوزراء اتكلم في اسكندريه، هل ده معناه ترفعوا الدعم نهائي؟ ورئيس الوزراء بالمناسبه اجاب النهارده على هذا السؤال، قال ان انا تابعت وبتابع وبشوف مساله ان انتوا هترفعوا، قال لا مش هنرفع كل حق، يعني ده مش معناه ان برفع واتخلى عن العيش وعن الناس، لا مش معناه كده، لكن ان انت بتقلل الفاتوره شويه. المبلغ اللي بيتعمل النهارده او الزياده النهارده بتوفر حوالي 13 مليار جنيه. مش رقم عبقري يعني بالمناسبه. مش رقم اللي هو، لكن رقم ده بجانب شويه كمان يتعملوا في الكهرباء، بجانب شويه كمان يتعملوا في البنزين، بجانب شويه كمان يتعملوا في حاجات اخرى، يعملوا لك رقم في الاخر. يعملوا لك رقم ضخم. حتى لو ما اتكلمتش النهارده بعد سنه ونص او سنتين من دلوقتي، لو انت بتتكلم على وقود او بتتكلم على غيره او غيره وغيره، ترفع لبعض الحاجات توصل لرقم. ولكن هي النهارده بنتكلم على 13 مليار، زي ما قال دكتور علي مصالح بيتاخد الرقم ده بيروح لمكان اخر، مش بتوفره للدوله، لا ده انت بتاخده توديه لحته اخرى، بتدعم بيه حاجه اخرى، عايز تخلص حياه كريمه مثلا. وحياه كريمه دي لل 60 مليون مواطن. اهالينا في القرى اللي هم بياخدوا التموين. تاني اهالينا في القرى بياخدوا التموين 90% منهم او اكتر او يمكن كلهم عايشين في القرى اللي هو بيتعمل لهم حياه كريمه، عايزين حياه كريمه المرحله التانيه تخلص.
ونكمل المرحلة الثانية. ادي جزء من الحكاية اذا كان ده جزء، يعني جزء منها. وبالتالي الدولة عندها عليها مسؤولية. حكومة النهاردة بتتحمل مسؤولية هذا القرار، وانا بقول تتحمل مسؤولية هذا القرار. ورئيس الوزراء كان واضحا، واي وزير واي مسؤول لما هيتكلم في هذا الامر عارف انه الناس زعلانة، وانه قرار زي كده محدش يبقى مستقبله بسعادة. طبعا اي زيادات محدش يستقبلها بسعادة خالص. ولكن هي الدولة بيبقى زي ما قال هي موازنة، موازنة عندك واحد اتنين اربعة، هتتحمل ايه ومتتحملش ايه، هقدر اعمل ده ولا ما اقدرش دلوقتي، هل المواطن النهاردة يستطيع يتحمل هذا الامر ولا لا كمواطن مع ارتفاع بعض الشرايح. ويمكن سألت دكتور علي سيد وزير التموين، قال لك لا ده ملهمش علاقه على الكهرباء، دول اللي بياخدوا اعفاء من الكهرباء او ثلاث شرايح المعفيين، ما لهمش علاقه بالوقود عشان ما عندهمش عربيات موديلات من كام كام كام، ما بياخدش الغاء. طيب نروح لسياده المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. سياده المستشار محمد، اولا مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم. كنا مع بعض من يومين وبنتشرف دايما بحضرتك، ولكن ايضا اليوم كان معنا السيد وزير التموين قبل دقائق قليلة، ماذا عن أيضا القادم فيما يتعلق بمنظومة الدعم بالكامل وليس التموين، منظومة الدعم كاملة، إيه المسار القادم؟ المسار القادم يا فندم كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأخير خلال زيارة لمدينة الإسكندرية، المسار القادم هو القيام بوضع خطة يعني خلينا نقول حضرتك ترشيد الدعم في عدد من القطاعات الأساسية. وهذا الأمر كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء بيأتي في إطار الحرص على ترشيد الدعم واستدامة تقديم الخدمة، وإن شاء الله يعني هذا الأمر سيؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمة والعمل على توفير الموارد التي تمكن الدولة من الاستمرار في تقديمها. فعلى سبيل المثال السيد رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أنه قطاع الكهرباء أنه وجه سيادته بوضع خطة بحيث يتم الانتهاء خطة تتضمن توفير الموارد اللازمة بحيث يتم الانتهاء من تخفيف الأحمال خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر 2024 يعني بنهاية العام الجاري. فإن شاء الله عملية التحريك أو ترشيد الدعم ستتضمن توفير موارد التي تحسن من الخدمة وتعمل على استدامتها. طب سيادة المستشار، ربما دولة رئيس الوزراء اليوم اتكلم على طرح يعني كل شيء للحوار المجتمعي، اتخذ هذا القرار دون حوار مجتمعي، بمعنى انه خلاص النهارده مجلس الوزراء خد هذا القرار من غير ما يتم التمهيد له يعني مبكرا ان احنا هنذهب الى هذا القرار اليوم. ماذا عن القادم؟ هل هنلاقي ايضا قرارات تصدر بهذه الطريقه، ولا هيبقى فعلا في حوار مجتمعي سواء حوار وطني او حتى حوار مجتمعي مع اطياف مختلفه من المجتمع؟ لان انا بتكلم النهارده على مسار للدوله وللشعب المصري. بالتاكيد يا فندم، يعني خلينا اقول لحضرتك اولا لازم نفرق ما بين امرين. فيما يتعلق بفكره ترشيد الدعم وتطوير او تحسين الخدمات واستدامتها، فاعتقد انه السيد رئيس مجلس الوزراء اشار الى هذا الامر في العديد من المرات من قبل، وتم طرحه من قبل العديد من الخبراء، وكما اشار سيادته الى انه العديد من الخبراء طرحوا فكرة التحول للدعم النقدي. فإذا فكرة الدعم وترشيد الدعم هي فكرة مستمرة ليس وليدة اليوم، ولكن طب ما تشوفوا ناس ثانية يمكن عايزة الدعم العيني، لأنه في أسر بالنسبة لهم الدعم العيني ست. يعني أنا حضرتك النقطة أستاذ أحمد. اتفضل يا فندم. الفكرة هي فكرة ترشيد الدعم، وهنا يعني المقصود بها ليس خفض الدعم وإنما ترشيده لتحمل أو توفير قدر ولو بسيط من تكلفة تقديم الخدمات. أما فيما يتعلق بقرار التحول للدعم النقدي فهذا الأمر هذا القرار أو هذا الطرح لم يتم اتخاذه تحت أي ظرف من الظروف، لن يتم اتخاذه إلا بعد إجراء الحوار المجتمعي، وهذا هو ما وجه به السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم وأعلنه خلال المؤتمر الصحفي، أنه التحول من الدعم العيني أو السلعي إلى الدعم النقدي
سيتم بعد أولا لابد من تحقيق التوافق حوله في الحوار الوطني، وأيضا من خلال الحوار الوطني سننظر في مدى إمكانية تطبيقه وما هي ضوابط هذا التطبيق. وبالتالي يعني أنا بطمن حضرتك أنه فكرة التحول للدعم النقدي لم تتخذ بعد، أو القرار لم يتخذ بعد، وأنه الأمر سيتم طرحه للحوار المجتمعي. ولكن ما حدث اليوم هو محاولة لتعويض ولو جزء بسيط من تكلفة تقديم الخبز المدعم، بحيث أنه الموارد اللي سيتم توفيرها ستستخدم لاستدامة الخدمة واستدامة قدرة الدولة على دعم رغيف الخبز. طيب سيادة المستشار محمد، في وجهتي نظر. وجهة نظر بتقول والله الدعم النقدي ممكن ده يكون ان انا عارف هوصله لمين، وبالتالي انا ضامن انه واصل لمن يستحق هذا الدعم. وجهة نظر اخرى بتقول الدعم العيني انه في اسر يعني بالنسبة لها ستر، وبالنسبة لها انه بيلاقي يقدر ياخد كم ازازة زيت، كم كيلو سكر، كم يعني حاجته تبقى متوفرة. يعني ده كلام صحيح تماما يا فندم، واحنا مدركين هذا الامر، وده بالضبط اللي اشار اليه السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال التعقيب على الاسئلة في المؤتمر الصحفي، انه خلال السنوات الماضية عندما بدأنا في فكرة ترشيد الدعم وتنقية الجداول وجدنا انه المعايير التي كانت موضوعة لم تكن دقيقة بالضرورة عند التطبيق، وبالتالي البعض اكد بانه في اسر ظلمت انذاك من خلال حذفها، لانه المعايير مهما كانت موضوعية الا انه سنجد بعض الاسر التي قد لا تنطبق عليها او التي يمكن ان يكون لها ظروف خاصة. وبالتالي هذا ما أشار إليه السيد رئيس مجلس الوزراء من أهمية الحوار الوطني حول مدى إمكانية التحول للدعم النقدي وما هي الضوابط، يعني ما هي المعايير التي ستمكننا من الحديث عن ما هي الأسرة، أو ما هو المعيار لاستحقاق الأسرة للدعم من عدم. وبالتالي احنا مدركين لكافة تلك الأبعاد اللي حضرتك تشير إليها، وإن شاء الله هذا هو المهمة الأولى للحوار الوطني، أن أولا أن نتفق هل هناك إمكانية للتحول للدعم النقدي أم لا. إذا كان الأمر يمكن تطبيقه فإذا ما هي الضوابط وما هي المعايير التي ستمكننا من توفير الدعم النقدي للأسر. وفي نقطة مهمة يعني بطمن حضرتك يعني وأكد عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، إنه عملية ترشيد الدعم أولا نقطتين مهمين. النقطة الأولى إنه ترشيد الدعم لا يعني إلغائه، وإنما ترشيد الدعم يعني إن الدولة ستقوم بالحصول على موارد إضافية ستوجهها لخدمة المواطنين وتحسين الخدمة، سواء تحسين ذات الخدمة أو توجيهها لخدمة أخرى. فإذا أي موارد هيتم توفيرها هتوجه للمواطن. النقطة الثانية هي أنه في كل الأحوال يا أستاذ أحمد، في كل الأحوال مهما قامت الدولة بتحريك الأسعار أو بترشيد الدعم، في النهاية لن تتخلى الدولة عن الطبقات محدودة الدخل وسيتم الاستمرار في دعمها. وده اللي أكد عليه الكلام ده مهم قوي، لأن هو طبقات محدودة الدخل النهاردة هي اللي بعد دولة رئيس الوزراء ما اتكلم، هم النهاردة اللي بدأوا يعني شكوى وعندهم قلق. وبالتالي انا عايز الرساله ايضا رئيس الوزراء طمأنه، وزير التموين طمأنه، ايضا سيادتك طمأنه لاهالينا، انه مش معناها ان احنا هنسيب الناس كده، هم يعني يشتروا اللي هم عايزينه، او وانا يعني كحكومه يعني مش هتخلى عنهم. لا بالتاكيد يا فندم الحكومه لن تتخلى عنهم. اولا كما ذكرنا اي تغيير في منظومه الدعم من السلع الى النقدي اولا لابد انها تكون محل توافق مجتمعي كامل. النقطة الثانية انه حتى في حالة تحريك الاسعار خلال الفترة المقبلة سيستمر الدعم على السلع الاساسية، سيستمر الدعم على الخبز، الدولة ستتحمل الجزء الاكبر من تكلفة الدعم، نحن حاليا نغطي تكلفة الدعم بنسبة 84% حتى بعد رفع الاسعار، وبالتالي الدولة ستستمر في هذا الدعم. حتى ما اشار اليه السيد رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي في الإسكندرية عندما أشار سيادته إلى أنه بنهاية 2025 سنعود مرة أخرى إلى تحقيق التوازن في قطاع في المواد البترولية،
سيادته تؤكد على انه سيتم مع ذلك الاستمرار في دعم السولار، لان السولار مرتبط بالعديد من الانشطه وله تاثير مباشر على اسعار السلع، وبالتالي في كل الاحوال لن نترك المواطن يعني يواجه اعباء اي زيادات او ترشيد للدعم. وفي نفس الوقت في نقطه كمان ثالثه مهمه اكد عليها السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم، ان الدوله بتراقب معدلات الحمايه الاجتماعيه او حزم الحمايه الاجتماعيه، وفي حاله انه ما اذا وجدت الدوله ان هناك حاجه لزياده الحمايه الاجتماعيه للمواطنين محدود الدخل فان الدوله لن تتاخر عنه. لا يعني هل وانا تساؤل، هل وارد ازود الدعم السلع اللي هو كان على الفرد 50 جنيه ممكن ازوده شويه في ظل اللي بيحصل؟ وارد؟ وارد من حيث المبدأ طبعا، إذا وجدت الحكومة أنه هناك حاجة لتوفير أو توجيه الموارد الإضافية التي سيتم توفيرها لبعض أوجه الدعم أو الحماية الاجتماعية للمواطنين سيتم توجيهها بطبيعة الحال. وهذا هو ما أكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم، أنه الدولة بتراقب الحزم أو منظومة الحماية الاجتماعية، وسيتم دعم المواطنين في حالة إذا ما وجدت الدولة أن هناك حاجة للتدخل وتقديم المزيد من الدعم. طيب بصراحة بصراحة، وسيادتك حاضر مجلس الوزراء النهاردة وبتحضر جميع اجتماعات ولقاءات دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، إيه المخاوف بصراحة اللي موجودة لدينا لدى الحكومة المصرية والتي دفعتنا أو أجبرتنا إن احنا ناخد هذا القرار اليوم؟ لا توجد مخاوف بمعنى مخاوف استاذ احمد، ولكن هناك حاجه ملحه وماسه للاصلاح. احنا لما نقارن النهارده خلال المؤتمر الصحفي السيد رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيد وزير التموين اوضحها بكل شفافيه، عندما نتحدث عن زياده غير عاديه في فاتوره الدعم لكي تصل دعم رغيف الخبز على سبيل المثال، لكي يصل دعم رغيف الخبز الى حوالي احنا بنتكلم على 110 او 115 مليار جنيه، لما نتكلم على انه ميزانيه العام المقبل ستصل اجمالي الدعم المقدم ب 636 مليار جنيه بزياده 20% عن السنه الماليه الحاليه اللي بتنتهي في 30/6. اذا نحن يعني نتحدث عن فاتوره ضخمه للدعم في وقت الدوله عليها اعباء كبيره جدا في كافه القطاعات. الحل الوحيد هو انه نحن نحرك ولو قدر بسيط من التكلفة تساعد الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات، وبالتالي يعني هناك حاجة ماسة ليست وليدة اليوم يا أستاذ أحمد ولكنها وليدة سنين طويلة يعني. والسيد رئيس مجلس الوزراء أشار إلى هذا الأمر بكل وضوح، انه لم تكن هناك ربما يعني الحكومات المتعاقبة لم تتخذ هذا القرار، ولكن حان الوقت لاتخاذ هذا القرار. هناك حاجة لتحقيق التوازن في العديد من القطاعات، لأن استمرار هذا الوضع سيضعف من قدرة الدولة على تقديم الخدمات. ولكن هذا مرة أخرى بكررها، إنه هذا الأمر لا يعني إنه الدولة ستتخلى عن محدود الدخل. نعم هناك تحريك للأسعار، ولكن سيتم مراعاة محدود الدخل، وأكبر دليل على كده هو إنه الدولة بتحرك الأسعار بصورة تدريجية وليس بصورة كبيرة. احنا بنتكلم على 15 قرش زيادة في الرغيف فقط وليس اكثر من هذا. طيب معلش تستحملني بعد اذن سيادتك في السؤال اللي جاي بعد اذن حضرتك، استحملني. طبعا. فلوس راس الحكمة اخبارها ايه؟ لانه الناس كلها يعني انه فلوس جاية وبالتالي ان انا هخفف اعباء على المواطن، ولكن حصل يعني اللي حصل النهاردة واللي حصل على مدار الايام الماضية. يعني النقطة اللي حضرتك أشرت إليها طبعا يعني دي نقطة مهمة جدا، ولكن أعتقد أنه يعني السيد رئيس مجلس الوزراء أشار إليها من خلال يعني مثال واحد، يعني مثال واحد عملي يمكن أشار إليه خلال المؤتمر الصحفي في الإسكندرية، عندما تناول عدة قطاعات للدولة ومنها على سبيل المثال قطاع البترول. يعني السيد رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أنه القطاع البترول يعني قطاع البترول هناك احتياجات الدولة من البترول والغاز الطبيعي
بتصل إلى سنويا إلى 55 مليار دولار سنويا. الدولة من خلال مواردها الذاتية ومن من البترول والغاز الطبيعي الدولة بتستطيع توفير 33 مليار دولار. إذن الدولة عليها التزام بتوفير مبلغ 22 مليار دولار. 22 مليار دولار يا أستاذ أحمد في قطاع واحد فقط. فبالتالي الرسالة واضحة، هي أنه احتياجات الدولة بتفوق بدرجة كبيرة جدا الموارد الحالية. الحل إيه؟ الحل هو أننا نعتمد على مواردنا الذاتية، ننميها. صفقة رأس الحكمة وغيرها من صفقات الاستثمار المباشر في مصر هي قطعا بتساعد الدولة على مواجهة التحديات الرهينة. وإذا اللي قلناها قبل كده من أول ما أعلننا عن صفقة رأس الحكمة أن الصفقة ستساعد الدولة على مواجهة التحديات الرهينة، ولكن هناك حاجة للإصلاح، هناك حاجة لكي تكون للدولة المصرية مواردها الذاتية، وبالتالي أن تكون لدينا طفرة في الصادرات، طفرة في الزراعة، في الصناعة، في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في زيادة السياحة الوافدة. لابد أن يكون لنا مواردنا الذاتية، ولا يمكن أن نعتمد على صفقات مهما كان حجمها ضخم. ولذلك يعني إحنا بنطمئن الناس أنه الدولة بتستخدم أي صفقات كبرى زي رأس الحكمة أو غيرها من الموارد بصورة رشيدة، بحيث أننا نلبي احتياجات المواطن، ولكن في ذات الوقت يعني بصورة تعكس قدر من الرشادة وإدراك للتحديات المختلفة. ويعني أحب أدي لحضرتك رقم تاني، إنه صفقة رأس الحكمة وخلافها والموارد الأخرى التي استطاعت الدولة توفيرها استخدمناها على سبيل المثال في فقط، يعني احنا بنتكلم عن 35 مليار مثلا، 35 مليار احنا استخدمناه فقط بند واحد، وهو بند الإفراج عن السلع الأساسية من الجمارك، كان بأكثر من 8 مليار دولار. فبالتالي ده يوري حضرتك انه الصفقات الكبرى مهمة، ولكن دولة بحجم مصر وفيها 106 مليون مواطن لديها المزيد والمزيد من الاحتياجات التي يعني تسعى الدولة لتوفيرها. ولذلك في ظل هذه الأعباء كانت الدولة حريصة على انها تقوم بتحريك الأسعار ولو بقدر بسيط حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات، وليس التنصل من دعم المواطنين أو التنصل من تقديم الخدمات. الدولة مستمرة في دعم المواطن. أنا أحب أسأل أسئلة المواطن، وهنا صوت المواطن وسيادتك المتحدث باسم الحكومة المصرية. الناس بتقول هل إحنا نفضل ندفع فاتورة 9 مليون ضيف أو لاجئ موجودين على أرض مصر بما فيهم التموين؟ يعني بدون شك يا فندم، اولا يعني الدعم، احنا لما بنتكلم عن السلع المدعمه او الخبز تحديدا، فالخبز يعني كما تعلم حضرتك انه يفترض لتوجيهه بناء على المواطنين المستحقين للدعم، وبالتالي يعني الضيوف او غير المصريين غير ما لا يحصلون على الدعم في بعض السلع زي الخبز على سبيل المثال. لكن طبعا ما فيش شك انه الاعباء الملقاة على عاتق الدولة من استضافة 9 مليون مهاجر، يعني خلينا نقول انه الدولة مدركة لهذا الامر، وسبق انها اعلنت عن هذا الامر، وانه الضيوف الكرام مع كل التقدير والاحترام ليهم، لكن هناك بدون شك اعباء على الدولة، ولذلك الدولة تحركت لحصر تلك الأعباء، والعمل على التواصل مع الجهات الدولية المانحة والشركاء الدوليين من أجل تغطية حتى ولو جزء من هذه الأعباء. فإذا الدولة لم تهمل هذا الملف، ولكن الدولة بدأت مبكرا أنها تتحرك فيه. نحن ندرك يعني حجم الأعباء الملقاة على الدولة، وسنعمل على تغطيتها قدر المستطاع مع الشركاء الدوليين، وهذه هي الرسالة التي تم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة مع وحتى مع مختلف الأطراف. وبالتالي يعني أنا أؤكد حضرتك أننا مدركين لهذه الأعباء، وسنعمل إن شاء الله على تغطيتها، وإن شاء الله سنتجاوز التحديات الرهيبة. طيب سيادة المستشار، ومهم أيضا أنه ردود الفعل اللي حصلت النهاردة على مدار الساعات اللي فاتت، وأكيد في مجلس الوزراء عندكم عملية رصد مستمرة ودائمة لكل شيء، وبالتالي
المواطن الطيب، المواطن الغلبان، المواطن اللي محتاج، المواطن ان هو الحكومة شايفاه وشايفة رد فعله، مش كده؟ بالتأكيد يا فندم، بالتأكيد. بنقول لهم ايه؟ يعني بنقول لهم يعني انه الفترة الحالية هي نتاج العديد من التحديات المتراكمة على مدى عقود. نحن يعني بنقدر ويعني نكن يعني كل التقدير لقدرة المواطن المصري على تحمل التحديات والأعباء الحالية. نحن ندرك أيضا حجم الضغوط التي يتعرض لها المواطن بصورة يومية، ومع ذلك نحن لم نكتفي بالصمت، ولكن تحركنا على مدى الأسابيع والشهور الماضية، سعينا قدر الإمكان لضبط أسعار السلع في الأسواق، سعينا لإجراء بعملية إصلاح من خلال القضاء على السوق الموازية للدولار وضبط سعر الصرف من أجل التحكم في الأسواق وضبط أسعار السلع، سعينا خلال الفترة الماضية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المبشرة للعمل على توفير السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، سعينا خلال الفترة الماضية أيضا وسنظل نستمر في عمليات الإجراء الإصلاح الاقتصادي. الفترة الحالية هي فترة صعبة دون شك على المواطن، كما هي على العديد من الدول نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم، ولكن في ذات الوقت يعني بنسعى على قدم وساق لمواجهة هذه التحديات، وإن شاء الله سنتجاوزها كما استطعنا توحيد سعر الصرف. سنستطيع إن شاء الله خلال الفترة المقبلة زيادة الإنتاج، توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق ومحاولة احتواء التضخم الذي بدأ بالفعل في النزول من خلال المؤشرات المعلنة. إن شاء الله يعني على مدى الشهور المقبلة ستنخفض المزيد من الأسعار، إن شاء الله سنشهد تطور إيجابي في الاقتصاد. كان في بعض المواقع وبعض الحاجات يتم تداولها النهاردة، ما عرفش مدى دقتها، على زيادات الكهرباء واتكلموا على شرايح، هل في كلام في هذا المعنى ولا لسه؟ يعني السيد رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أنه سيتم وضع خطة تدريجية على مدى 4 سنوات، ولكن يعني لم يتخذ أي قرار بالنسبة للشرائح أو بالنسبة لرفع أسعار الكهرباء، ولكن بكل شفافية في حالة اتخاذ أي قرار سيتم إعلانه، لكن لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن. مستشار محمد الحمصاني، بشكرك شكرا جزيلا، المتحدث باسم مجلس الوزراء. أخبارنا إيه الليلة؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد خلال القمة المصرية الصينية على ضرورة وقف الحرب في غزة، ويؤكد خطورة العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية. الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينغ رئيس الصين يتفقان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. بيان مشترك مصري صيني لبحث تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، نتكلم على الجنيه المصري واليوان الصين، وده هيكون امر هو ده مهم جدا، ان انت التعامل، ان احنا من اكتر الدول بنستورد منها الصين، تخيل بقى حجم التعامل بينه وبينهم لما نقضي وخلاص ما فيش دولار في المعامله، التعامل مع الصين نتعامل بالعملتين المحليتين وطنيتين، جنيه مصري ويوان صيني، ده هيخفف كتير جدا من الاعباء اللي احنا عمالين نتكلم عليها، الدولار، وندخل مع روسيا في هذا الامر، وعندنا بريكس الشهر اللي جاي، ومع الهند وغيره وغيره، وبالتالي يكون هناك يعني حزمه كبيره جدا تنتقل فيها مصر من التعامل بالدولار الى التعامل بعملات اخرى لدول كبيره زي الصين. مصر والصين تطلقان عام الشراكه، دعم المصالح الحيويه ومواجهة التحديات، وكل التحية للصين وللرئيس الصيني وللشعب الصيني الشقيق والصديق، شعب محب لينا، دولة محبة لينا، دولة علاقتهم بينا واحنا وهم علاقة قوية جدا، وعملوا النهاردة استقبال قوي جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي يليق بحجم العلاقة المصرية الصينية. الصين تؤكد دعم مصر، طبعا سيادة الرئيس مع سيادته السيد سامح شكري وزير الخارجية، السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية،
اللواء احمد علي رئيس ديوان رئاسه الجمهوريه، المستشار دكتور احمد فهمي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه، اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا السفيره المصري في بكين. الصين تؤكد دعم مصر في حمايه امنها القومي المائي والغذائي ومصالحها التنمويه. بيان مشترك بكين ترحب بطلب مصر، ده مهم جدا جدا. بكين ترحب بطلب مصر استضافة قمة عربية صينية هتكون هنا في القاهرة. الرئيس الصيني يشيد بدور مصر المحوري وجهودها لإنفاذ المساعدات إلى غزة. بكين تدعم مصر في حماية أمنها المائي والقاهرة تايوان جزء لا يتجزأ من الصين. الصين تؤكد دعمها لحياة كريمة باعتبارها إحدى المبادرات التنموية المهمة. دكتور مصطفى مدبولي، لسه بنتكلم بداية الحلقة عن ده، دكتور مصطفى مدبولي النهاردة رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء رفع سعر ده بعد كده المؤتمر الصحفي طبعا، ولكن اتاخد قرار هنا في اجتماع مجلس الوزراء رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من بداية الشهر، يعني بعد بكرة إن شاء الله وعليكم خير. دكتور مصطفى مدبولي، لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم على مدار 30 سنة أو 36 سنة منذ عام 88. دكتور مصطفى مدبولي، نحتاج إلى تحريك أسعار بعض الخدمات والسلع لاستمرار تقديم الدعم للمواطن. دكتور مصطفى مدبولي، الدولة المصرية ستظل، مهم أوي الكلام، مهم أوي، ستظل ملتزمة بدعم السلع الأساسية، يعني مش هتتخلى عن الدعم. دكتور مصطفى مدبولي، وضع خطة للتحول لمنظومة الدعم النقدي بدل العيني، ولكن طبقا لما تسفر عنه الاجتماعات واللقاءات والحوارات وما يتم الحوار المجتمعي، لانه في رؤى كثيره جدا، واحنا عاملين يعني سؤال للناس بعد شويه يمكن ناخد راي الناس كمان على هذا الامر، مهم جدا نبقى شايفين الحكايه من بدري. دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، قيمه الدعم النقدي قد تكون اعلى من العيني، يعني اذا حصل زي ما شرح الدكتور علي مصلح وزير التموين والتجاره الداخليه، لو تم التوافق على الدعم النقدي، هو لسه ما فيش قرار، لازم يكون في حوار ولقاء وغيره وكلام يعني مهم في هذا الامر. الموضوع ده مهم لانه يهم الناس، بنتكلم على يعني 60 مليون واحد بيهمهم هذا الامر، وبالتالي لازم ناخد الاراء، والاراء ناخد يعني كل الاراء، حتى لو احنا في الاخر الحكومه ليست طرفا في هذا الامر، الحكومه هي تطبق اللي الناس عايزاه فيما يتعلق بمنظومة الناس تفضل هذه المنظومة، سواء استمرار الدعم العيني أو الذهاب إلى الدعم النقدي. دكتور مصطفى مدبولي، نحرص على وضع معايير دقيقة لتحديد الفئات المستحقة للدعم بالفعل. رئيس الحكومة، اضطررنا لتخفيف الأحمال لأن الدعم زائد عن قدرة احتمال الدولة. دكتور مصطفى مدبولي، 50 مليار جنيه، يعني قال كده الزيادة السكانية، وكل سنة هو 50 مليار جنيه لبناء 50 ألف فصل دراسي سنويا بسبب الزيادة السكانية. قال تخيلوا ثبتنا على عدد السكان 10 سنوات، قال تخيلوا لو ثبتنا على العدد ده نوصل لفين، لحتة تانية، لحتة تانية، يعني فضلنا 106 مليون، طب نقول 110 مليون ونفضل 10 سنين على الرقم ده، ما نوصلش ال 120 و 130 مليون، يعني بدل ما زدنا 25 مليون في 11 12 سنه نثبت شويه نزيد مليون زي ما الدول، في دول ما بتزيدش في ال 20 سنه زد لها مليون مثلا، 30 سنه زد لها مليون، في دول كده، لكن احنا بسم الله ما شاء الله. دكتور مصطفى مدبولي، التوازن السعري بالنسبه للوقود ساعد في إنشاء عدة مشروعات كبرى. وزير التموين دكتور علي مصلحي، التحول إلى الدعم النقدي المشروط لن يكون ثابتاً.
وزير التموين تحديد سعر توريد أرداب بالقمح ب 2000 جنيه دعما للفلاح، وقال لنا دلوقتي في المداخلة كان 400 جنيه في عام 2006 2007 وصل النهاردة إلى 2000 جنيه. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، القتال في قطاع غزة سيستمر 7 أشهر أخرى على الأقل. واشنطن تبرير على طول، تبرر الهجوم الإسرائيلي على رفح اللي هو الإبادة اللي حصلت والمجازر اللي بتحصل. واشنطن تبرر لم يتجاوز الخطوط الحمراء. ياه لسه ما تجاوزش الخطوط الحمراء كل ده؟ قالوا اه لم يتجاوز الخطوط الحمراء اللي هو الضوء. ما هم بنقولها ونفضل نقولها، إسرائيل ما بتعملش حاجة لوحدها، أهو الغطاء الأمريكي أهو، والغطاء الأمريكي النهاردة في مجلس الأمن موجود. CNN عاملة تحليل بتقول ذخائر أمريكية الصنع استخدمت في الغارة الإسرائيلية على مخيم رفح اللي فيه 45-50 واحد شهيد وحوالي قرابة 270-280 واحد مصاب. CNN بتقول الذخائر دي قنبلة اللي استخدمت دي قنبلة أمريكية الصنع، ولما قلنا من يومها أمريكا مشاركة وشريكة، أدي CNN بتقول. ولكن بلينكن كان عامل مؤتمر صحفي الساعة 7:30 كده بيقول لا ما نقدرش نحدد. عمر بلينكن ما يعترف، عمره ما يعترف بلينكن، ولا أمريكا تعترف. مسؤولة أمريكية عقب استقالتها، كان مسؤولة كبيرة في الخارجية الأمريكية النهاردة، وقالت إيه؟ أخطأنا بتبرئة إسرائيل من عرقلة مساعدات غزة. دايما كان الأمريكان يطلعوا يقولوا إيه؟ لا لا مش إسرائيل يا جماعة، إسرائيل إحنا نقول لهم إسرائيل، قول لا لا مش إسرائيل يا جماعة، المساعدات بتدخل تقعد العربية تتفتش بالسبع ثمان ساعات العربية الواحدة، لا مش إسرائيل. وبعدين تأكدوا إن إسرائيل اللي بتعرقل وليس أي وإحنا إحنا باب مفتوح، معبر رفح مفتوح، مساعدات بتدخل، طب هي ما بتوصلش ليه؟ زي ما شرحنا قبل كده لما بلينكن دخل وشاف التفتيش بيتم ازاي جوه ناحيه معبر كرم ابو سالم من جانبهم، شاف مع الاسرائيليين الشاحنات بتدخل ازاي، فشاف التعطيل من عندهم. الاحتلال يسعى لتجنب تصاعد الخلافات مع مصر بتحركات جديده في رفح. البرازيل موقف قوي جدا، تعلن سحب سفيرها لدى اسرائيل. رئيس كولومبيا يدعو الامم المتحده لارسال قوات حفظ السلام الى غزه. جوتيريش الامين العام للامم المتحده، مستوى الدمار في غزه بسبب التصرفات الاسرائيليه غير مسبوقه. لبيد زعيم المعارضه الاسرائيليه، نعمل مع المعارضة على خطة عمل لاستبدال حكومة نتنياهو. الكنيسة الإسرائيلي وافق بشكل مبدئي على إعلان الأونروا، دي منظمة المعنية بالشعب الفلسطيني وباللاجئين وبتشغيل اللاجئين وغاثة اللاجئين وتعليمهم وكل شيء. شوف إسرائيل عايزة تعمل إيه؟ عايزين يوصفوها منظمة إرهابية، ولكن على طول طلع جوزيه بوريل منسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال لك لن نتعامل مع هذا الامر، وقال ان احنا حولنا اموال الى الاونروا وهنستمر في دعم الاونروا ولن نتعامل مع اسرائيل في هذا الامر على الاطلاق. اسبانيا النهارده في مع وزراء خارجيه العرب، اسبانيا اتخذنا قرار الاعتراف بالدوله الفلسطينيه لتعزيز السلم بالمنطقه. مواجهات عنيفة بين الشرطة ومؤيدين لفلسطين أمام سفارة إسرائيل في العاصمة المكسيكية. تحيا فلسطين. فيصل بن فرحان الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودي مع وزير خارجية إسبانيا مع وزير خارجية رئيس الحكومة الفلسطينية مع وزير خارجية تركيا مع وزير خارجية الأردني، يجب وقف النار فورا بغزة ولا سلام بلا حل الدولتين. الصفة دي دكتور أيمن وزير خارجية الأردني، مجازر الاحتلال في رفح تؤكد ضرورة العمل على وقف العنف بغزة. أردوغان في غزة لا يموت الأطفال فقط بل تموت ديمقراطية الغرب. صحيح. إزالة ياه الرصيف ما اشتغلش أصلا،
إزالة الرصيف البحري الأمريكي مؤقتا من أمام غزة الإصلاحية. أنتوا عارفين كانوا عاملوا الرصيف ده وقالوا هنجيب مساعدات ونجيب سفن، جابوا سفينة واحدة والرصيف ده جاء الموج وعاصفة راحت شايلة الرصيف، الرصيف الأمريكي. أمريكا بتعمل رصيف يتشال، شوية مية شوية موج يشيلوه، شال شال. والجيش الأمريكي موجود أهو على الأرض، شايفين أدي الجيش الأمريكي أهو، وقال لك مش هننزل ولا عسكري على الأرض، وإحنا يوم ما قلنا دي قاعدة عسكرية والجيش هيبقى موجود على الأرض. أدي الجيش أهو شايفينه، أدي الجيش الأمريكي أهو، شايفين حضرتك ده الجيش الأمريكي على أرض غزة، على ساحل غزة الجيش الأمريكي. كل اللي الأمريكان قالوه كذب أكاذيب. الجيش الأمريكي قال لك مش هننزل ولا عسكري، أدي عساكر هي موجودة والطيارات موجودة والهليكوبتر وقواعد عسكرية ومضادات دفاع جو عرضتها وقتها، عرضت لحضراتكم الحكاية دي ووريتها لحضراتكم على الهوا. أدي عساكر موجودين أهو على شاطئ غزة أمريكان. أزمة في جيش الاحتلال الصهيوني، شبكة لتهريب الجنود من الخدمة بآلاف الدولارات، مش عايزين يخدموا. قال لك الجيش الإسرائيلي بيتفكك، قال لك لا وعايزين يتهربوا ويهربوا ويمشوا ويسيبوا إسرائيل ويمشوا ويغادروا ويهاجروا، وبيدفعوا فلوس آلاف الدولارات عشان ما يدخلوش خدمة عسكرية. سموتريتش المجرم المتطرف يدعو لتحويل الضفة الغربية مثل غزة، بيقول لهم دمروا كمان الضفة الغربية. بوتين الرئيس الروسي إرسال أسلحة طويلة المدى لكييف يمكن أن يكون له عواقب على أوروبا، ده الخطر القادم كمان. كوريا الشمالية تسقط على جارتها الجنوبية بالونات قمامة. خلال اجتماع الحكومة النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي يهنئ النادي الأهلي على فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 12. فريق كامل الوزير وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط. تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال سفاح التجمع. هيئة الدواء تكشف آليات التسعير الجديدة للأدوية وتؤكد الزيادة تراعي البعد الاجتماعي. حالة الطقس في مصر، الأرصاد الجوية موجة حارة جديدة خلال أيام، بيتكلموا على من يوم الجمعة. ترند مفيش غيره طبعا. طبعا مفيش غيره، هو ده الخبز المدعم، هو ده الترند. الترند ايه؟ كل الترندات، كل الترندات النهارده بعد مؤتمر صحفي رئيس الوزراء تحولت الى الخبز والعيش والتموين والبطاقات والناس والتموين، وكل بقى النهارده كله بقى هو ده، مفيش الناس وراهم الا التموين والخبز المدعم والرغيف السياحي والعيش السياحي وكله بيتكلم على والرقابة على المخابز والرقابة على المخابز وكل والدعم النقدي والمواطن البسيط ووزير التموين والناس الغلابة ورئيس الوزراء. بقول لحضراتكم كله الهاشتاجات والترندات كلها كلها كده. طيب نطلع فاصل ثم اعود لحضراتكم. برجع مع حضراتكم مرة تانية. حاج عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، أولا مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا سيدي البشوار، أهلا وسهلا. تابعت إزاي قرار الحكومة المصرية النهاردة زيادة سعر رغيف العيش المدعم بدل ما كان بخمسة ساغ أصبح بـ20؟ هل الموضوع تماما، هل ده شايفه إزاي حضرتك أولا؟ يعني طبعا من غير شك وأنت أستاذنا، يعني الدولة زي ما أعلن سيادة الرئيس وأعلن دولة رئيس مجلس الوزراء ان رغيف العيش تكلفته 125 قرش على الايه؟ على الدولة. ايوه. المواطن بيدفع منها خمسة ساغ. ايوه. يبقى الدولة بتتحمل عبء
120 قرش على كل رغيف. ايوه فندم. طبعا يعني زي ما سعادتك عارف احنا دورنا احنا كاصحاب مخابز او دورنا كيعني منتجين لهذه السلعه يعني احنا بنشتغل في ظل يعني تكلفه احنا بناخد دي بكذا وبنكلفه كذا والمواطن بكذا. الدولة هي اللي بتحدد بيع الرغيف بكام، الدولة هي اللي بتحدد الوزن، يعني احنا ليس لنا بد في ذلك. يعني احنا دورنا ناس منتجين. نعم. لكن بنتمنى طبعا يعني انا عارف يمكن اذا كان يعني سعادتك لنظرتك البعيدة والثاقبة ان المواطن يعني بتحاول يتحمل يعني هذه الاعباء في خلال هذه الفترة. يعني اعتقد ان دي ظروف. حاج عبد الله بصراحه ايه ردود الفعل اللي جات لحاج بعد القرار ده ما طلع؟ بصراحه يعني ما انا بكلم سعادتك يعني النهارده يعني في تمهيد ما حدش يقدر يقول لا يعني ما زال احنا لسه ننفذ لسه سعادتك يوم واحد. يعني يوم واحد يوم السبت قدامنا لسه يوم الخميس ويوم الجمعه والامور يعني تستقر ان شاء الله ونصل طبعا يعني لرؤية. انا عندي اجتماع بكره مع معالي الوزير الساعه 3 العصر دكتور علي صالحي عشان برضه عشان يعني ما سعادتك النهارده التكلفه المعمول بها بتصنيع الرغيف ده دي احنا عاملينها من سنه 20 من سنه 19 على وجه التحديد التكلفه الحاليه احنا الوقت احنا دخلنا في 24 طبعا فيها طبعا زي ما يعني سعادتك عارف زيادة أجور العمالة وزيادة مستلزمات الإنتاج والأخ بقالنا سنتين وإحنا مقدمين طبعا الظروف لا تسمح يعني ليه احنا عايزين إيه كمان عايزين إيه طلباتكم إيه؟ إحنا طلباتنا طبعا يعني التكلفة النهارده إذا كان يعني الرغيف الإنتاج السواد بيكلفني حاليا 290 جنيه إحنا وصلنا لأكثر من 500 جنيه فطبعا يعني دي برضو أعباء يعني ما أقدرش أتحملها أنا يعني انا ما اقدرش اتحمل اكتر من كده فاحنا بنحاول قدر الامكان احنا بنعرض طبعا يعني العامل زي ما سعادتك عارف اللي هو عايزه لو الصبح عايز زياده في كذا بياخدها محدش يقدر يقف قدامه لا حكومه ولا غيره ولا مواطن ولا بتاع بأجر انا هشتغل بالاجر اللي انا عايزه يعني دي مساله منتهيه احنا بنتمنى بمشيئه الله تعالى ان تستقر الاوضاع وان ربنا يعني يمن على هذه البلد بالنعمه وبالخير لصالح المواطن. ايه اللي وزاره التموين ممكن تقدمه ليكم المخابز؟ احنا ما بنستفيدش حاجه يا احمد بيه، احنا دورنا احنا الاجر اللي احنا بنشتغل بيه يعني بنحارب على ما ناخده، يعني حاجه معروفه يعني. نعم. فبنتمنى بمشيئه الله تعالى ان مع الزياده اللي هي طرقت دي يعني يبقى لنا نصيب من الزياده دي نصلح بيها رغيف العيش. لا يعني بنتمنى ذلك. طيب لكن هو الكلام دلوقتي انه مفيش يعني محدش هيقرب من العيش الحر اللي هو بجنيه وربع مش كده ولا جنيه ونص؟ لا الرغيف ال 80 جرام بجنيه ونص. جنيه ونص. ده تكلفته وده سعر الديب ده بسعر حر يعني عاملين طبعا الطن ب 1600 جنيه. ده سعر الدي الحر وتكلفته معموله يعني واعتقد ان الخبز الحر او السياحي يعني مستمر ومستقر بمشيئه الله تعالى. طيب حاج عبد الله بصراحه الزياده ديت اللي تمت 15 قرشا في في الرغيف الواحد، هل بصراحه كمواطن وكفلاح وكمزارع ويعني زي ما بقول كده الطبقه اللي هي بتاعتنا يعني شوف الزياده دي المواطن شايفها ازاي؟ مناسبة ولا ولا كتير شوية؟ شوف سعادتك أنا عايز أقول أولاً إحنا بنشتغل مش عايز سياسة مش عايز كلام سياسي لا أنا مش بتاع سياسة أحمد بيه أنت عارف إن أنا أنت يعني أستاذنا وراجل يعني الحمد لله يعني ما كناش هنقول لك أنت إحنا هنقول لمين اتفضل يا فندم أنت عارف يعني إحنا يعني إحنا دورنا زي ما أنا برضو عرضت حتى إحنا دورنا مصنعين طيب احنا ما احنا بنتفاعل مع الشارع ومع المواطن اللي جاي والاخر احنا المخابز البلديه دي عددها 30,000 مخبز بتشتغل من خلال البطاقات التموينيه ما بنبيعش عيش حر يعني انا زي السياحي او زي البتاع ارفع السعر واشو اعدل في الوزن والاخر ملتزم ده بالعكس التزام والجرام والاثنين والثلاثه بتعمل لي عليهم احضر وبروح استجني فيه
فدي ما فيهاش يعني لو نقصت جرام ولا اتنين فيها سجن. طبعا. امال يعني العمليه مش سهله يعني. نعم. فاحنا يعني قدر الامكان يعني هي الدوله طبعا طول عمرها يعني انا بس اللي بيصعب عليا. ايوه. يعني النهارده رغيف العيش ده ثابت سعره من سنه 90. ما اتحركش. يعني احنا بقينا النهارده اكتر من 30 سنه وهو بخمس سنين. ايوه. طب احنا برضو يعني لو احنا تدرجنا يعني السنين اللي فاتت دي كلها كل ما واحد يقول له مثلا لو زودنا ده شويه يعني حتى المواطن يبقى اقلم نفسه ودبر حياته ووضب ميزانيته ووضب حياته لو زودت قرش ساخ كل سنه بالظبط كده يعني بدل انت ما تيجي تفاجئني النهارده من 5 ل 20 وانت توصل للدعم النهارده ل 125 مليار وبعدين ترجع النهارده يعني انا ابقى مطالب يعني مطالب ان انا بقى كل سنه ان شاء الله عشان يعني زي ما بيتقال كده ان احنا يعني يبقى نتحول لدعم نقدي والناس هو الدعم النقدي ده مين اللي هيستفيد منه يعني او اللي ياخده النهارده يعني هم ال 5 مليون موظف اللي هم مرتبطين بالرواتب او الاخر هم دول اللي انت بتقدر تتحكم في رواتبهم هم اللي انت هتديهم طب الناس اللي هي بتشتغل بالسبب الحر دي كل الاعمال الحره دي يعني هتشتغل يعني كلام يعني انا اتمنى ان الدوله تبقى حريصه على مصلحه المواطن فان هي زي ما احنا بنجابه كده ونواجه المواطن ونقول له كذا ده وكذا تدرج انا برضو لما انا برضو يعني انا كمواطن بحسب برضو يعني مدخلاتي ايه ومخرجاتي ايه دخل كام بالظبط كده واقدر اصرف كام وانا محتاج كام واقدر احدد كام كل يا حاج عبد الله عندنا ناس بتاكل العيش مع حته جبنه لا من غير خالص مش عايز اقول حاف والله محدش بيقول لا محدش بيقول لا يعني محدش يعني العيش بالنسبه لنا حاجه اساسيه في البلد يا باشا النهارده هي رغيف العيش بيمثل 60 و65% و70% من مكون الوجبه ايوه محدش ينكر الكلام صحيح. ده صحيح يعني هو ده مادة مكونات الوجبة هجيب ايه يعني زي ما اسماعيليك بتقول دلوقتي حتة جبنة طعمياية شوية فول يعني اي حاجة يعني بغمس بيها غير طعم صحيح لكن هو الاصل في الموضوع هو رغيف العيش نعم احنا بنتمنى يعني طبعا ان برضو وبعرضين الدولة في الظروف اللي هي فيها والاخر يعني مؤامات يعني انا كان نفسي وانا بتمنى من خلال المنبر من خلال سعادتك ان احنا يعني ما نوقفش احنا نتدرج في هذه الامور سنويا وانا اجي اراعي الناس اللي هي بتتدرج في الاجور بتاعتها دي بدل ما اجي افاجئ المواطن اقول له مره واحده ادفع كذا لا يعني برضه هي لما تبقى العمليه بالتدرج كده يبقى يعني ايه يعني يقدر يسير الحياه ويسير الاسعار اللي بيمشي كان الوزن كام الرغيف في نهايه الثمانينات والتسعينيات؟ لما بدأنا نزيد بدأ يزيد كان 130 جرام كان 130 بعدين بقى 120 والنهارده اصبح 90 جرام كفايه على كده مش هنقصه تاني لا نقص ثانية واحدة ده كويس ده احنا ده ما بقاش فيه ده بقى لقمة قول ما عليك كفاية الرغيف يا دوب بقى لقمة كده عشان نصنعه ده احنا يعني برضه كل ما الكمية قلت او الوزن قل بيصعب علينا في تصنيعه عشان يعني تظبطها عشان تظبط الوزن بالظبط بالظبط كده نعم ربنا سهل ان شاء الله يعني بنتمنى طبعا وبندعو لدولتنا وبندعو لحكومتنا ان ربنا يلهمها السداد والرشد ان هي برضه تراعي المواطن المصري وتراعي يعني المساله دي وزي ما يمكن سمعنا من معالي الوزير ان هو يعني الدعم بالنسبه لرغيف العيش يوصل ل 75 مليون و70 مليون وهكذا العيش رايح ل 71 مليون مواطن نعم يعني برضو ما نقدرش نقول لكن انا برضو بقول للدوله يا دوله يعني رجاء من مواطن عادي ورجاء برضو من راجل يعني تمرس في العمل العام والعمل السياسي وكل حاجه عشناها مع الناس ان احنا التدرج يعني ربنا خرج الدنيا في ست ايام بلاش احنا نيجي كل يوم عايزين نعمل كده صدمه لا نبدا يعني ستيب باي ستيب خطوه بخطوه 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 حاج عبد الله غراب بشكرك شكرا جزيلا وكل التحيه لحضرتك نروح النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والزياره المهمه للصين من امبارح سياده الرئيس وقمة المصريه الصينيه بدعم من الرئيس الصيني شي جين بينج واستقبال
يحافل بقصر الشعب الرئاسي في العاصمة بكين لاستقبال سيادة الرئيس النهاردة وضع قليل من الزهور زي قبل بدء اللقاء مع الرئيس الصيني، وطبعا في وضع قليل من الزهور نصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة بكين زي ما احنا بنتابع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي زيارة مهمة. وبكرة هيكون طبعا قمة التعاون العربية الصينية بحضور السيد الرئيس طبعا والرئيس الصيني وعدد من قادة الدول العربية المشاركين في هذه القمة. وتم الاتفاق النهاردة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج على قبول واستجابة الصين لدعوة مصر بعقد قمة عربية صينية في مصر، وادي السيد الرئيس وموكب السيد الرئيس والرئيس الصيني شي جين بينج في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امام قصر الشعب الرئاسي في العاصمه بكين. ودائما علم مصر يرفرف، وزير خارجية الصين السيد الرئيس بيصافح وزير خارجية الصين، يصافح كبار مسؤولين في الصين، يصافح السفير الصيني في القاهره وكبار والمسؤولين في الحكومه الصينيه سيد سامح شكري، ويصافح طبعا الرئيس الصيني سيد عباس كامل، اللواء احمد علي، اللواء محسن عبد النبي، السفير المصري في بكين، ثم النشار دكتور احمد فهمي متحدث باسم رئاسه الجمهوريه الوفد المرافق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما حضراتكم بتتابعوا ويعني استقبال كبير وحفاوه كبيره والسلامين للسلام المصري والسلام الوطني لمصر والسلام الوطني للصين الشعبيه خلال استقبال السيد الرئيس وحفاوه كبيره من الصين والرئيس الصيني بالرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذه الزياره وهي زياره دوله للصين، وهناك طبعا كما نتابع عرض عسكري واستقبال كبير وحفاوه كبيره، وطبعا سياده الرئيس يستعرض حرس الشرف وفي مع الرئيس الصيني والرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، وحفاوه ايضا واستقبال من اطفال الصين وتحيه ليهم من السيد الرئيس وايضا الرئيس الصيني لمجموعه من الاطفال. ودائما وهناك ايضا استقبال ايضا رسمي وحرس شرف ولزياره دوله يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الصين. كان هناك ايضا لقاء بين الزعيمين واستقبال كبير وقمة مصرية صينية، ثم مراسم الاستقبال من جانب الرئيس الصيني بالرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عقد القمة بين الرئيسين وأعضاء وفدي البلدين. كان هناك كلمة للرئيس الصيني رحب فيها بهذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيد على العلاقة الممتدة بين البلدين والصداقة بين البلدين. سيادة الرئيس أيضا أكد أيضا على تقدير لهذه الدعوة وهذه الزيارة لزيارة الدولة الصين، وأيضا العلاقات بين البلدين الصديقين، وأيضا دور الصين ومساعدة الصين، وأيضا الشراكة مع الصين وترفيع العلاقات بين البلدين ومستوى الشراكة الاستراتيجية، توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر والصين خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لدينا العديد من الشركات الصينية اللي موجودة في مصر وحجم تعاون كبير جدا بين البلدين. صدر بيان مشترك على خلال هذه الزيارة، البيان كان يتحدث عن العلاقات، تحدث أيضا عن التأكيد على العلاقة المصرية الصينية والتأكيد أيضا على عمق العلاقات بين البلدين، وأيضا طبعا هذه الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين وتدشين عام الشراكة المصرية الصينية، وشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية. ودفع عايز أقول لحضراتكم الصين أكبر بلد في العالم مصدر للسياحة، الصين بيخرج منها 120 مليون سائح سنويا، 120 مليون. لما كنا في كان قلت لحضراتكم وفي فرنسا مع سيادة النائب محمد أبو العنين قلت لحضراتكم الصين قادمة، الصين تكتسح العالم في كل حاجة، الصين موجودة. وبالتالي مهم جدا جزء كبير ناخده من السياحة الصينية،
يعني مهم. لو يعني مش عايز اتكلم على 10 مليون سائح صيني ولا لا، يعني لو اتكلم 4 5 6 7 مليون سائح صيني على الاقل، 10 مليون يعني لو خدنا يعني تاني 1% هنقدر نوصل لرقم كبير جدا. بنتكلم على سياحه كبيره جدا، السياحه الصينيه 7 8 10% من السياحه الصينيه، نقدر نتكلم على ارقام كبيره للغايه. نتكلم على 10 مليون سائح صيني، يا ريت، ده محتاج شغل ومحتاج جهد. والسائح الصيني سائح غني، يعني سائح بيصرف. يعني انا هنا مش بتكلم على سياحه 1%، لا، انا بتكلم هنا عايز 7 8 10% مصر تليق، لان هم كمان عندهم السياحه الثقافيه والسياحه الترفيهيه، بيحبوا جدا الاقصر واسوان وغيره، يحبوا الصين ويحبوا الحاجات التاريخيه كمان، وبالتالي مهم جدا يكون عندنا جهد في مساله جذب السياحه الصينيه الى مصر. طبعا التاكيد على العلاقات والقضايا المشتركه وبحث القضايا المشتركه، تاكيد على تحقيق التكامل بين رؤيه مصر 2030 وللتنميه المستدامه مع مبادره الحزام والطريق، والعمل المشترك لتقديم مشروعات للتعاون بين البلدين بشكل آمن وسلس. وأيضا الرئيس ثمن المبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس شي جين بينج باعتبارها واحدة من أهم المبادرات العالمية اللي بتساعد في تحقيق نمو مستدام وفقا لأجندة الأمم المتحدة 2030. أيضا مصر تشارك أيضا بفعالية في هذا التعاون، ومصر كمان ثمنت مبادرة الأمن العالمي التي طرحها الجانب الصيني، وأكدت على تعزيز التواصل والبحث في التعاون مع الجانب الصيني للحفاظ على السلام والأمن العالميين. تقدر مصر مبادرة الحضارة العالمية، وأن مصر تشارك الصين ذات المبادئ القائمة على احترام الثقافات والحضارات الإنسانية على أساس من المساواة. مصر والصين حضارتان عريقتان تضربان بجذورهما في أعماق التاريخ، كان لهما إسهامات كبيرة في التاريخ الإنساني. وتدعم مصر في هذا الصدد الاقتراح الصيني بإقامة يوم عالمي للحوار بين الحضارات في شهر يونيو من كل عام، كما ثمن الجانب الصيني مبادرة حياة كريمة باعتبارها أحد المبادرات التنموية الهامة والهادفة إلى الارتقاء بالبنية الأساسية ورفع مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري. أكد على دعمه الصين لهذه المبادرة وكافة الجهود المصرية التنموية. ثمن الرئيسان التعاون المثمر بين مصر والصين في إطار منتدى التعاون العربي الصيني. رحب مخرجات القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت العام الماضي في الرياض، وأهمية العمل المشترك من أجل تنفيذ مخرجاتها بما في ذلك الأعمال الثمانية المشتركة للتعاون العملي بين الصين والدول العربية. كما أعرب الجانب الصيني عن الترحيب بطلب مصر لاستضافة قمة عربية صينية. أعرب الجانب المصري في هذا الإطار عن التطلع لنجاح انعقاد الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. ثمن الرئيسان كذلك التعاون والتنسيق المشترك في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي، أو أعرب عن ضرورة الاستمرار في تنفيذ مخرجات الدورة الثامنة لاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي. التأكيد أيضا على أكد على أن مصر والصين ستواصلان العمل سويا لمواجهة تلك التحديات، التحديات المختلفة منها قضايا الأمن الغذائي وندرة المياه، تغير المناخي، مكافحة التصحر، تحقيق وأيضا معالجة القضايا الساخنة والجوهرية التي تهدد أمن واستقرار العالم، تحديات أيضا تواجه العالم. وأيضا والتنسيق المشترك بين مصر والصين في المحافل الدولية بما في ذلك تجمع بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، والعمل على تعزيز دور الأسواق البازغة والدول النامية في النظام الدولي. أعرب السيد الرئيس عفتاح السيسي عن شكره وتقديره من فخامة الرئيس شي جين بينج على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وجه الدعوة للرئيس الصيني لزيارة مصر، وقد قبل الرئيس الصيني شي جين بينج الدعوة، وأعرب عن حرصه على زيارة مصر في أقرب فرصة تناسب البلدين أو الرئيسين. نتابع زيارة الرئيس عفتاح السيسي إلى الصين.
استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للعاصمة الصينية بكين بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان تيانانمن. كما تفضل السيد الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول. وعقب الانتهاء وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعة الشعب الكبرى، حيث كان في استقباله الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. حيث بدأت مراسم الاستقبال الرسمية، وتفقد حرس الشرف تقديرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقب ذلك جلسة مباحثات أكد خلالها الرئيس الصيني على دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وكذا عمق العلاقات المصرية الصينية. وخلال الزيارة تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع السيد تشاو لي جي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني. برجع مع حضراتكم مرة تانية. لجان التنظيم الإخواني فاصل كده ببص شغالين على محور فيلادلفيا، وقال لك شفتوا أحمد موسى قال المحور ده مش أيوة أنا بقول لك ومصر على أنا بقوله لك مش أرض مصرية طبعا. أنت عايز تخليه أرض مصرية وخلاص يعني؟
هناخد ارض مش ارضنا، ارض فلسطينيه. انت عايز محور فيلادلفيا يبقى ارض، هو مش ارض مش تبعنا خالص. احنا حدودنا اقرا لكم تاني، هقولها واكررها مليون مره لانه ما بقولش كلام ونرجع فيه، لا. ادي حدود مصر، حدود مصر حضراتكم اهي، دي حدودنا. طب ده تبعنا؟ لا، دي كل ده ارض فلسطينيه، ارض فلسطينيه محتله. طيب ده ايه؟ حدود مصر، دي حدودنا، نقطه لحد هنا. معبر رفح المصري، كرم ابو سالم ايضا بتاعنا اهو. هنا ايه محور فيلادلفيا ده؟ فين؟ داخل ارض فلسطين المحتله، ادي محور فيلادلفيا. عظيم. اللي اللون الاسود، اللون الاسود ده محور فيلادلفيا، ده داخل الاراضي الفلسطينيه. ارض مصر اللي هي اللون الازرق ده شريط الحدود بتاعنا ده. المنطقه دي ما بين هنا وما بين هنا هي ارض فلسطينيه. هل مصر النهارده موجوده؟ لا طبعا، احنا حدودنا ايه قدامك اهو، حدودنا احنا موجودين على حدودنا، موجودين على اخر نقطه في حدودنا اللي كان زمان يطلق عليها المنطقه جيم دي، كلها بطول لحد 260 كيلو من هنا، من اول رفح لحد طابة 260 كيلو من هنا هنا. لكن محور فيلادلفيا ما يربط بين مصر وقطاع غزة، اللي جيش الاحتلال، على فكرة انا قلت لكم من شهر او شهر ونص كمان، والله في رمضان، في شهر رمضان يعني بنتكلم قرابة شهرين، قلت لحضراتكم خلوا بالكم وهم بيخلصوا وبيشتغلوا هنا وبيقتلوا هنا وبيدمروا، هيجي وقت يقولك ايوه المنطقة دي اللي ما بين قطاع غزة ومصر دي بيحصل فيها تهريب. انا قلت الحكاية دي على فكرة في شهر رمضان، مش بقولها النهاردة. طيب جيش الاحتلال النهاردة بيقول الكلام ده، النهاردة قلت لحضراتكم في رمضان هيقولوا ده عشان يدي نفسه مبرر، يدي نفسه مبرر، وانه قيادات دي موجودة في الحتة دي، ولا لا قيادات ولا في شيء. وبالمناسبة ال جيش الاحتلال وقياداته بيقولوا، ومستشار الامن القومي الصهيوني النهارده بيقول انه تم التنسيق مع مصر في هذه المنطقه. لا، لم يحدث على الاطلاق اي تنسيق معهم، لم ولن، لم ولن. وانا قلت لحضراتكم يوم الاربع اللي فات زي النهارده بالظبط، الكلام اللي انا قلته الاربع اللي فات زي النهارده قلت الكلام ده، لا تنسيق، فيش تنسيق معهم الا في جزء خاص بالشق الأمني. تمام، بأكد الكلام ده النهاردة تاني. طيب المعلومة المهمة، لا توجد أي أنفاق على الإطلاق، على الإطلاق في هذه المسافة، المساحة ال 14 كيلو دول مفيش ولا نفق موجود فيهم. طب هما لو كانوا لقوا أنفاق مش كانوا صوروها؟ طب هل في أي فيديو لأي نفق على الإطلاق؟ طب هل إحنا ممكن نسمح بأي خلل على حدودنا؟ لا طبعا، واحنا كمان بنحافظ على امننا على فكره، وده دور القوات المسلحه، الحفاظ على جميع الحدود المصريه وعلى امن وسلامه بلادنا، لا نسمح ابدا ان يكون فيه لا انفاق ولا غيرها. طيب المعلومه المهمه اللي لازم اقولها لكم على الهواء، قلتها الاربع وكررها اليوم، تم تدمير 3000 نفق، كل الانفاق اللي هنا دمرت على مدار السنوات الماضيه، مش لسه هندمرها، تم تدميرها، كل الانفاق دي دمرناها. كان في 3000 نفق، مش بتكلم على رقم بسيط، 3000 نفق تم تدميرهم السنوات الماضيه، مش اليومين دول، السنوات الماضيه، واحنا بنواجه الارهاب ونجحنا في تطهير الارهاب، تم تدمير جميع الانفاق. كان في انفاق، الله، وكان في انفاق هو زمان زمان يعني، دلوقتي ما فيش ولا نفق، ولا نفق. تاني بقول اسرائيل تروج دائما اكاذيب ومزاعم عن وجود انفاق وتنسيق مع مصر في هذا، لا لم يحدث، ومفيش اي نفقه هنا في هذه المسافه ما بين كرم ابو سالم جنوبا الى رفح شمالا، لا يوجد اي نفق وليس هناك اي تنسيق اطلاقا مع جيش الاحتلال على الاطلاق في هذه اطلاقا. وبالتالي كل اللي بيقولوه كلها اكاذيب عشان هو يتكلم على محور فيلادلفيا وعلى يدي نفسه، لان هم عندهم كارثه، كارثه، وهم عندهم كارثه كل ساعه مش عارفين يعملوا ايه،
فيعمل ايه؟ يلقي باتهامات على مصر. وعندهم فشل رهيب جدا. من 7 اكتوبر النهارده عندهم فشل رهيب جدا. لكن يلقي باتهامات، لكن مصر لا، لا مصر حد يبتزها ولا حد يلقي باتهامات عليها ولا هتسمح بهذا الامر على الاطلاق في اي مرحله على الاطلاق، ولا حد هيبتز مصر على الاطلاق. وزي ما بقول لحضراتكم، محور فيلادلفيا يقع داخل الاراضي الفلسطينيه، ولكن هو منطقه عازله طبقا لبعاهدة سلام، منطقه عازله بين، وتم اجراء تعديلات بعد ذلك 2005 21 وغيره، تم اجراء تعديلات على هذه المنطقه بروتوكولات الامنيه. ولكن يقع محور فيلادلفيا داخل الاراضي الفلسطينيه ما قبل 2005 وما بعد 2005، وهيفضل لان هو ارض فلسطينيه طول في معاهده سلام موجوده، هيفضل هذا المحور منطقه عازله تاني الى ايه؟ الى حين دوله فلسطينيه مستقله. يبقى حدودنا تاني، لانه فلسطين الان تحت الاحتلال، طول ما فلسطين تحت الاحتلال هيفضل المنطقه زي ما احنا بنتكلم على هذه المنطقه، طول ما هي تحت الاحتلال، ما زالت تحت الاحتلال، ما زالت تحت الاحتلال فلسطين كلها تحت الاحتلال. لما ان شاء الله يكون دوله فلسطينيه مستقله خلاص، يبقى ليها حدود مع مصر واضحه، وهي حدودهم احنا حدودنا معاهم واضحه، ويبقى ليهم حدود يتم الاتفاق عليها، حدود ما قبل 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه. حدود هنا غزه واضحه معانا، مفيش اي مشكله فيها. ونخلي بالنا من اللي بيروجوا وعاملين شغالين. يعني انا ليه دخلت في الملف ده دلوقتي؟ عاملين يروجوا، يقول لك الحق محور فيلادلفيا والجيش المصري، ما حصلش اعتداء على سياده مصر، لم يحدث اعتداء على السياده. اعتداء على السياده لما اجي هنا اقرب من حدودي، لما ادخل على حدودي. لكن هذه هي منطقه عازله. واحنا بالمناسبه واحنا بنواجه الارهاب خلال السنوات الماضيه، احنا دخلنا مناطق ما كناش بندخلها تاني، واحنا بنواجه الارهاب دخلنا مناطق ما كناش بندخلها، دخلناها وموجودين فيها النهارده، وموجودين النهارده على اخر نقطه موجوده على حدودنا الشرقيه الشماليه الشرقيه، موجودين، جيشنا موجود في كل مكان هنا على مدار 260 كيلو مترا متواجد الجيش المصري. ولكن هل محور فيلادلفيا داخل الاراضي المصريه؟ الاجابه لا، هو داخل الأراضي الفلسطينية، ولكن هذا المحور هو منطقة عازلة أهو تاني، منطقة عازلة قدامنا أهو فقط. طيب دخول هنا ولا غيره؟ لها إجراءات، لها بروتوكولات، لها ترتيبات، ويتم الترتيبات في هذا الأمر ما بين اللجان المشتركة المحددة ما بين مصر و إسرائيل، محددة وفقا لمعاهدة سلام 79. لازم نخلي بالنا وناخد بالنا، اللي هو شغل بيتم، ترويج شائعات بتتم، ترويج بيتم. ولكن تاني بقول لحضرتك وافضل اقول الكلام ده، مش بنقول حاجة ونرجع فيها، لا، بنقول ان احنا ما بنقولش حاجة نتراجع عنها، بنقول اللي احنا عارفينه واللي احنا متأكدين منه نرجعه، ما بنترجعش عنه ابدا. هم يشتغلوا جليجان ويقعد يشتغل زي ما هو عايز، يشتغل كيف ما شاء. نروح لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النهارده، لان لسه عندنا كمان كام حاجه مهمه جدا قبل وقتنا كمان. رئيس الوزراء النهارده تحدث عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور الدكتور علي مصالح وزير التنميه والتجاره الداخليه. رئيس الوزراء اتكلم على مساله الدعم، واتكلم على الحوكمه، واتكلم على انه يعني عايزين المساله الدعم ده يوصل لمن يستحق الدعم، وطرح الموضوع بشكل واضح. وعشان كده اتكلم على مسألة الخبز، وبيتكلم على الدولة كام والإجراءات، ومجلس وزراء النهاردة أخذ قرار إزاي، والأسباب اللي أدت إنه مجلس وزراء ياخد هذا القرار. تعالوا نشوف رئيس الوزراء النهاردة اتكلم بشكل واضح على ما طرح وما ستذهب إليه الحكومة المصرية في موضوع الدعم. وليه دلوقتي بنتكلم على الدعم؟ نتابع رئيس الوزراء. زي إن احنا نبدأ في زيادة حوكمة منظومة الدعم بهدف أولا تقليل بعض أو قليل جدا من الأعباء المالية اللي بتتحملها الدولة بصورة كبيرة جدا في هذا الملف،
وازاي ان احنا نضمن ان هو يصل حقيقة لمستحقيه، والاهم ان احنا كيف واحنا بنعمل اي نوع من الزيادات تكون باقل ضرر وباقل وطأة على الفئات محدودة الدخل. وده هو هدفنا، لان الحقيقة بمنتهى الأمانة أنا تابعت طبعا ردود الأفعال على مدار اليومين منذ عقد المؤتمر، وكنت حريص جدا على أن أنا استمع للآراء كلها بكل أطيافها عشان نسمع وجهات النظر المختلفة. وتاني يمكن حابب أن أنا أقول أن بعض اللي استمعت إليه كما لو كان أن الدولة يعني عايزة تخرج من الدعم خالص، وأن الدولة بصدد أنها تلغي الدعم، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق. الدولة تاني أنا بأكد، الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم، وبالذات في السلع الأساسية اللي بتمس حياة المواطن. وكل اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله ان احنا كيف نرشد من هذا الدعم عشان نقدر كدولة ان احنا نستمر في تقديمه، لان كل ما بتزداد وضع هذا الدعم وبتزيد علينا بيؤثر في الخدمة نفسها. وده اللي احنا كنا بنقوله حتى لما جينا ضربنا مثل بموضوع الكهرباء، ان نتيجة لان الدعم بقى زائد عن قدرة احتمال الدولة اضطرينا نلجأ الى تخفيف الاحمال. وعشان كده يمكن احنا طرحنا ان عشان نأكد ان وجهة نظر الدولة وتوجه الدولة هو استمرار الدعم، كله بيؤكد ان لا سبيل علشان نضمن استدامة هذه المنظومة ووصولها فعلا لمستحقيها ان يكون هذا الموضوع يتحول بدل ما هو دعم عيني الى دعم نقدي تستفيد منه الاسر المصرية المستحقة لهذا الدعم. اذا ثبت جدوى هذا الموضوع كيفية التحول للمنظومة الدعم النقدي بدل العين، علشان هو ده السبيل الوحيد فعلا ان يبقى فيه مبلغ مناسب جدا للاسر المستحقة، تقدر كل رب أسرة يشوف ما هو أولوياته ويستفيد من هذا الدعم بهذه الطريقة. وتاني بأكد الرقم ده مش هيبقى ثابت، بالعكس هيبقى هناك معادلات سعرية مرتبطة بالتضخم بزيادة بعض الأسعار العالمية تمكن الدولة إنها كل شوية تقدر تزود الرقم الإجمالي لهذا الدعم، وبالتالي يفضل المواطن مستفيد بالدعم ده، ما يتحولش مع مرور الوقت إن يبقى رقم قليل. فعشان كده مرة أخرى بأكد ان شاء الله احنا بنستهدف ان نصل الى تصور عام لهذا الموضوع قبل نهاية هذا العام او بنهاية هذا العام، اذا تم اقراره من كل هذه الاليات للحوار المجتمعي والحوار الوطني والخبراء، نضع معا خطة تنفيذية بحيث نبدأ فعلا التطبيق الفعلي ليه ان شاء الله اعتبارا من موازنة 25-26. انا نعي تماما ان ملف الدعم دائما هو ملف شائك، ويمكن يعني دائما بيبقى ناعي تماما انه بيبقى بيلقى عدم قبول، ولكن لازم ان احنا كلنا في اطار الاصلاح الاقتصادي للدولة ان احنا نعرض الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح، علشان نبقى عارفين كويس ان قدرات الدولة المصرية قدرنا ان احنا على مدار العامين الماضيين نتحمل اقصى قدر ممكن، ولكن النهاردة لازم ببساطة شديدة وبهدوء وبتدرج نبدأ نتحرك في بعض السلع والخدمات علشان نكون قادرين على استدامة تقديم الدعم وتقديم هذه الخدمات بأفضل صورة ممكنة للمواطن المصري. طيب قبل الهوى مع بداية الهوى طرحنا السؤال، هل تؤيد تحويل الدعم من سلع إلى دعم نقدي؟ ده على صفحتنا كان من شوية حوالي 2000، دلوقتي تجاوز قرابة داخلين على 4000 واحد اللي دخلوا وأدلوا بأصواتهم، دلوقتي داخلين على 4971، واللي شافوا حوالي 28000، 76.2% بيقولوا لا، 23.8% بيقولوا نعم. وزي ما قلت لحضرتك احنا مستمرين وموجود معانا وهيفضل موجود معانا التصويت، وناس لها اراء كثيره جدا سواء اللي مع او اللي ضد، واللي ضد بيتكلموا على انه التحول النقدي يعني مش كويس للمواطن لانه السلع اسعارها مش مستقرة ومش مضمونة، وبالتالي الافضل يستمر انه ده. بعض الاراء بتقول ان ده ممكن يبقى كويس للحكومة لكن ما يبقاش كويس للمواطن. وانا سألت الدكتور علي مصالح السؤال ده، قال لي لا، احنا عايزين مصلحة المواطن مش مصلحة الحكومة، الحكومة هتعمل حاجة يستفيد منها المواطن، وده اللي احنا بنشتغل عليه. وبالتالي هو ده السؤال، مع
دعم نقدي ولا يفضل دعم سلعي زي ما هو؟ مستمر معانا السؤال ومستمر معانا حضراتكم تدخلوا يعني تشاركوا، ومشاركة حضراتكم مهمة كمان على هذا الأمر. رئيس الوزراء النهاردة اتكلم على العيش، واتكلم على من 30 سنة، هو بالضبط منذ عام 88 مستمر معانا بخمسة ساغ أو خمس قروش رغيف العيش، مستمر معانا النهاردة بنتكلم على 36 سنة. فقرر رئيس الوزراء النهاردة في اجتماع مجلس الوزراء أخذوا قرار. ماذا قرر رئيس الوزراء اليوم؟ نتابع. لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ أكثر من 30 سنة. منذ أكثر من 30 سنة لم يتم التحرك في هذا الموضوع. على مدار ال 30 سنة سعر الخبز تضاعف، مش عايز أقول كم مرة، يمكن عشرات المرات منذ يعني أو عدة مرات منذ وقت ما كان من أكثر من 30 سنة كان سعره قد إيه على الدولة، والنهاردة وصل لسعره قد إيه. وبالتالي الكلام ده حمل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جدا، وبالتالي كان كل هدفنا إن إحنا مجرد نقلص هذا الدعم بصورة قليلة. وزي ما أنا شرحت الحقيقة لحضراتكم، ويمكن معالي الوزير هيشرح بالتفصيل بعد ما اتكلم، تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية النهاردة هو جنيه وربع. جنيه وربع، وبيتباع النهاردة بخمس قروش. وبالتالي الدولة بتتحمل 120 قرش على الرغيف الواحد. فالرقم ده مع متوسط في حدود 100 مليار رغيف في السنة، بنتكلم أكثر من 125 مليار أو 120 مليار جنيه النهاردة دعم للخبز. فكان لازم النهاردة أن يحصل تحريك في هذا الجزء لمجرد تقليص الدعم. وبناء على هذا الكلام اتخذ مجلس الوزراء النهاردة قرار برفع سعر الرغيف الخبز المدعم إلى 20 قرش اعتبارا من بداية الشهر. معنى هذا الكلام لما نطرح من الجنيه وربع ال 20 قرش، ما زالت الدولة بتدعم 105 قرش للرغيف، عشان يبقى الأمور واضحة لكل الناس. ما زال هيبقى حجم الدعم اللي موجود هيبقى حوالي في حدود 105 مليار جنيه. وبالتالي احنا كل اللي بنعمله فقط ان احنا بنحاول نرشد شوية من حجم الدعم الملقى على عبء الخزانة العامة، علشان نقدر ان احنا نضمن استدامة تقديم الخدمة وتقديم الدعم. مرة اخرى نعي تماما ان هذا الموضوع ممكن يكون ليه يعني عدم قبول، والموضوع ده ملف شائك، وعدد كبير من الحكومات كانت بتحاول انها او تتحاشى انها تتحرك فيه، ولكن احنا شايفين النهاردة حجم فاتورة الدعم اللي بقت موجودة على الدولة المصرية، وكان لازم ان احنا نبدأ نتحرك باقل قدر ممكن عشان نضمن تاني استدامة الخدمة واستدامة تقديم الخدمات. وبالتالي ما زال الدعم، وبأكد عليه، الدعم ستظل الدولة تنحاز للفئات المستحقة للدعم، وهيفضل الدعم موجود. احنا عايزين يبقى هناك منظومة اكثر كفاءة واكثر استدامة، وتكون النهاردة مطروحة للحوار المجتمعي، ويخرج بيها كل الخبراء ويقولوها لنا للحكومة عشان تقدر تنفذها. ولكن في اطار التصور ان احنا محتاجين نتحرك تدريجيا في بعض السلع والخدمات، كان بدأنا بهذا القرار الخاص بالخبز المدعم. دولة رئيس الوزراء النهاردة فتح مجال للأسئلة من الزملاء الصحفيين، وكان سؤال حول الزيادة السكانية واللي بيحصل، فرئيس الوزراء أجاب عن تأثير هذه الزيادة على أيضا الإجراءات اللي الدولة بتاخدها، عدد بيزيد قد إيه، الوضع اللي عندك، الدخل بتاعك قد إيه، الموازنة بتاعتك حجمها قد إيه، طب هل لو ضبطنا النمو السكاني ممكن الأمور تتحسن أكتر ولا لأ؟ رئيس الوزراء كان واضحا أيضا في الرد على التساؤلات. نتابع. كل سنة مع الزيادة السكانية اللي بتحصل عندنا محتاجين نبني حوالي من 40 ل 50 ألف فصل. بتكلم فقط على التعليم، جدد علشان بس العدد الأطفال الجديد اللي اتولد ودخل. طب هو تكلفة الفصل قد ايه؟
هنا مش بتكلم على الفصل اللي هو المربع، لا، حساب المدرسة كلها. لما بقول المدرسة فيها 40 فصل، يبقى المدرسة دي تكلفتها كام؟ حضرتك الفصل تضرب في مليون عشان يغطي بقية خدمات المدرسة. يبقى أنا لما بتكلم أنا عايز 40-50 ألف فصل في السنة، يبقى أنا عايز 50 مليار جنيه لوحدها علشان أنشئ مدارس تتواكب مع إيه؟ الزيادة السكانية اللي حصلت. أنا هنا ما بتكلمش على المدرسين اللي المفروض يتعينوا ولا رواتبهم ولا أي حاجة خالص عشان يعملوا هذه الخدمة. طب أنا لو قدرت النهاردة أعمل نوع من الوفر، هعمل إيه؟ هركز إن أنا أزود وأكثف من بناء مدارس، بناء مستشفيات، من الإسراع بإنهاء مشروعات زي الصرف الصحي اللي موجودة في حياة كريمة. ده اللي أنا بتكلم عليه. لن يكون هذا التخفيض أو الترشيد بسبب إن أنا أعمل وفر لنفسي كدولة. الحاجة الأهم، إحنا كل فترة مع كل يعني ما بنشوف الضغط اللي بيحصل، وده اللي أكيد حضراتكم تابعتوه على مدار الفترة المتعاقبة، كم مرة بناء على توجيه سيادة الرئيس تدخلنا بحزمة اجتماعية جديدة وحزمة حماية، وإن إحنا بنبدأ ندخل بحاجة معينة من الكلام ده كله. أكيد بالتأكيد إحنا كدولة هنكون وعندنا هذا التصور، ولكن إحنا ببساطة شديدة لازم نبدأ نتحرك بصورة كبيرة جدا. ده اللي إحنا بنشتغل عليه، وبالتالي في أي لحظة بنبقى شايفين إن هناك احتياج لتقديم حزمة اجتماعية، الدولة ما بتتأخرش وبتتحرك فيها. فده اللي أنا عايز أقوله، إحنا عيننا على كل المؤشرات دي وعلى كل هذه الأرقام، وحنبدأ نتحرك في هذا الموضوع. لكن لازم أرشد، هنا كلمة أرشد مش أخفض، أرجو إن إحنا ناخد بالنا من التعبير. الترشيد إن أنا أستخدم الموارد اللي الدولة عندها إزاي أعمل بيها أحسن استغلال ممكن. أنا كلمة ترشيد مش معناها تقليل، ده اللي أنا بأكد عليه. أنا باخد الوفر اللي باخده من بند أحطه في بند تاني وأحط كمان أكتر منه، فهو ده اللي إحنا بنتكلم عليه. عشان كده لما كنت بتكلم على تاني بأكد عليه موضوع الدعم النقدي، يدي هو ده المنطق. أنا بقى كمواطن أبقى عندي الحرية، عندي الرقم ده في حسابي باخده على كارت بينزل لي كل أول شهر، أنا شايف احتياجات أسرتي وظروفها إيه، أخده تموين ولا أخده عيش ولا أخده جزء كده وجزء كده واخد حاجة تالتة معاهم وحاجة رابعة. يبقى الكلام ده هو ده التفاصيل اللي إحنا عايزين من الحوار المجتمعي يخرج لنا بيه. الآليات دي تتحط إزاي في الآخر، يبقى إيه الرقم المناسب اللي نبدأ بيه لكل مواطن هيبقى بيستفيد من هذه المنظومة عشان نقدر نتحرك في هذا الشأن. دي الأرقام ودي النقاط اللي إحنا بنتكلم فيها. النهاردة عدد المستفيدين من منظومة الخبز 71 مليون، 71 مليون، والتموين 62 أو 63 مليون. فبالتالي إحنا نعي إن هذا العدد في احتياج للدعم، وحيظل إن الدولة لازم تدعمه. لكن هو بقى الكلام الأفضل له طبقا لظروفه ياخده كفلوس ويعرف يستفيد منه، ممكن بالتأكيد هو ده اللي هيبقى الأفضل كحل مستدام للدولة المصرية في خلال الفترة الجاية. ده كلام رئيس الوزراء اليوم، وطبعا هذا هو الموضوع اللي عامل يعني ردود فعل كبيرة جدا. نروح للوس أنجلوس، مركز لاري الأمريكي. هذا المركز دكتور جالو ده عضو مجلس أمناء مجلس العلاقات الأمريكية العربية في واشنطن، وأيضا هذا المجلس واحد من مجالس صناع القرار في أمريكا، ويمكن كذا مرة عملنا لقاءات هناك وزيارات هناك مع النائب محمد أبو العنين، وزراء دفاع سابقين، أعضاء في الكونجرس، أعضاء في دبلوماسيين في الخارجية الأمريكية، في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، في مركز أو مجلس العلاقات الأمريكية العربية. دكتور جالو كان مستشارا لسبع إدارات أمريكية متعاقبة لشؤون الشرق الأوسط. عنده جائزة سنوية مهمة بتمنح كل سنة باسم الدكتور جالو عن إنجازات مدى الحياة، دي الجائزة اللي بيمنحها هذا الرجل سنويا، وده من جانب لجنة أو من قبل لجنة مكافحة التمييز الأمريكية
داخل مجلس العلاقات الأمريكية العربية. هذه الجائزة كان في طبعا حفل وأقيم في ليالي زمان في المايسترو عادل اسكندر، وعادل اسكندر في طبعا موجود في لوس أنجلوس، وتم منح الجائزة للنائب محمد أبو العنين. نائب محمد أبو العنين طبعا وقت تحديد الجائزة كان في مؤتمر مهم في إسبانيا في مدريد، بيشارك فيه ممثلا عن المستشار حنف الجبالي رئيس مجلس النواب، وتعذر حضور النائب محمد أبو العنين لتسلم هذه الجائزة لأنه كان بيشارك في اجتماعات برلمان دول البحر المتوسط، وكان لي لقاء مع استقبلته رئيس ورئيسة مجلسي النواب والشيوخ في اسبانيا، وده يمكن كان ايضا في البرلمان الاسباني ده في لوس انجلوس. لو اسبانيا موجوده معانا اعتقد ممكن نشوفها، لانه كان في الوقت ده النائب محمد رمضان موجود في مدريد، وكان في بيحضر الاجتماعات الخاصة ببرلمان دول البحر المتوسط وهيئة المكتب، وكان لي لقاء مع رئيسة البرلمان الإسباني وأيضا مع رئيس ورئيسة مجلس الشيوخ والنواب في إسبانيا، وكان لقاء مع نائب محمد أبو العنين، وحفاوة واستقبال كبير أيضا خلال حضوره اجتماع هيئة مكتب برلمان دول البحر المتوسط. بنتكلم على 31 دولة، واللي كانوا حاضرين 43 دولة، انه في الدول في عدد من الدول بصفة مراقب وليسوا اعضاء في البرلمان. فكان هذه المشاركة وموجود في العاصمة الاسبانية مدريد، وتعذر استلام هذه الجائزة، ولكن هي جائزة متميزة تمنح سنويا من الدكتور جالو اللي عن انجازات مدى الحياة. الاحتفالية زي ما حكوا بتتابعوا طبعا الليالي زمان والمايسترو عادل اسكندر بتغيير للثقافة، دور للثقافة الفنية للمصريين الموجودين في أمريكا، العرب اللي موجودين في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الأمريكان نفسهم بيبقوا بيتابعوا بيحضروا في ما يتم تنظيمه من احتفالات وصبغة الموسيقى العربية على المجتمع. ده حفيد روزفلت ايضا كان يقدم الاحتفاليه، وكان بيقدم ايضا جائزه النائب محمد ابو العنين، وشكر النائب محمد ابو العنين، وشارك ايضا الاحتفاليه اقيمت لتكريم النائب محمد ابو العنين بفوزه بجائزه الدكتور جالو لانجاز مدى الحياه. والدكتور جالو هو رئيس ومؤسسه جالو الدوليه، واللي اتكلمت على طبعا الجزء ده بيكون قوه مصر الناعمه. هذه هي الجائزة، قوة مصر الناعمة، موسيقى، رياضة، تاريخ، فن، حضارة مصر والتاريخ الكبير والحضارة العريقة للدولة المصرية والمؤثرة على مستوى العالم. الموسيقى بتكون جزء أيضا من الحضارة المصرية، واللي جزء يتجزأ من تقاليدنا وحياتنا اليومية. احنا بلد طبعا عبد الوهاب، سيد الغناء العربي أم كلثوم، عبد الحليم، بليغ، حمدي، رياض السنباطي، وهتفضل مصر بلد الحضارة، بلد الثقافة، بلد الإبداع، وفي العالم العربي بأكمله، ولدينا الكثير من المبدعين الذين أسروا الغناء والموسيقى سواء عبر العالم العربي أو عبر العالم. والنائب محمد العنين في كلمته المتلفزة التي تم عرضها أمام الحضور داخل قاعة وداخل مركز لاري الأمريكي في هذه الليلة، وهي من ليالي زي ما نقول كده ليالي زمان أو أغاني زمان والليالي زمان، وطبعا المايستر عادل اسكندر، واللي كان طبعا إبداع. تحدث النائب محمد العنين وهو يقدم وبيشكر الحضور، كلم فيها على مصر وعلى الحضارة وعلى ثقافة مصر وحضارة مصر، و يعني اعتذاره لعدم حضوره لوجوده في مدريد وقت هذه الاحتفالية الرائعة، وهي الأمسية الرائعة الفنية أيضا الرائعة. كلم النائب محمد العنين على ما تقدمه مصر على الدور المصري، على الفن المصري الراقي، على الحضارة المصرية الراقية وتاريخ مصر. اتكلم على ما شكلته الموسيقى المصرية، وهي جزء لا يتجزأ من التقاليد المصرية، وهي الحياة المصرية واليومية
للمصريين ومن يزور مصر بيرى هذه الثقافة العظيمة للدولة المصرية. تطرق أيضا نائب محمد أبو عنين إلى قال لهم إن أنا يعني رغم الظروف وهذه الاحتفالية الرائعة، ولكن ما ينفعش أبدا الأوضاع المأساوية الموجودة في غزة، وبالتالي إن احنا بنتكلم أيضا على يعني دور مصر، تحدث عن مصر وما تقوم به من أجل الوصول للسلام، ودور مصر أيضا الدور الإنساني الكبير، تحدث أيضا عن طلب يعني رجال الثقافة والفن عبر العالم أن يكون لهم دور أيضا في ضرورة يعني يوصلوا رسالة العالم ورسالة السلام لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ الأطفال وإنقاذ الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وعلاج المصابين منهم وسواء كبار السن أو السيدات أو الأطفال الأبرياء. روزفلت وهو حفيد روزفلت ديلانو اللي قدم الشكر للنائب محمد أبو العنين على أيضا هذه الجائزة ودوره الكبير جدا، اتكلم على طبعا منظمة الأمريكية اللي هي منظمة المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية في واشنطن، وقال انه ده طبعا شكر النائب محمد أبو العنين على انه بينقل صوت مصر وصوت العرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى العالم، اتكلم على طبعا القيادة التي يقوم بها ودوره أيضا فيما يتعلق بدور الحافل للنائب محمد أبو العنين عبر قارات العالم، بيتكلم على أفريقيا، بيتكلم على أوروبا، بيتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع هذه الاحتفالية الرائعة. كان طبعا معانا هيبقى معانا السيد وكيل مجلس النواب في مصر السيد الأستاذ محمد أبو العنين، كان هيبقى حاجة جميلة لو كان شرفنا وجي معانا النهاردة، وإن شاء الله المرة الجاية يبقى معانا ونورنا وشرفنا بإذن الله. هذا التكريم هو اعتراف بإنجازاته البارزة في التشريعات القانونية ونجاحه الكبير في الأعمال وتوسيع التجارة الدولية ودعمه للتميز في التعليم وتفانيه في تحسين مستوى المعيشة لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وامتنانا لجهوده الحالية في دعم العلاقات الأمريكية العربية والسلام العالمي. سيداتي وسادتي، بدون مزيد من التأخير، صديقنا العزيز الذي نحبه كثيرا دكتور ريموند جالو. مساء الخير سيداتي وسادتي، لقد سألني العديد من الأصدقاء ما الذي يدفعني للتفكير في طلب تكريم النائب محمد أبو العنين في مركز لاري الأمريكي. اختيار هذا الرجل العظيم محمد أبو العنين هو الرجل المناسب لهذه المناسبة. نعم، كما سمعتم، شعرت بالحزن عندما علمت لأول مرة قبل بضعة أيام أنه لن يتمكن من الحضور، ولكني الآن أنا أكثر سعادة وفخرا، وأأمل أن تشعرون أيضا بنفس الشعور. اكتشافي أن الرجل الذي كنتم تتوقعون سماعه شخصيا الليلة يقوم بدور دبلوماسي وإنساني مهم جدا، وسيكون صوتا قويا في الدفاع عن موقف العالم العربي في الكفاح من أجل إنسانية الشعب الفلسطيني. دعوني أحيي ضيفنا الكريم لقبوله الجائزة ولتنفيذ مهمته الهامة جدا المنتشرة عبر 3 قارات، إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة. أرجوكم انضموا إلي لتحية جائزة الإنجاز مدى الحياة للنائب محمد أبو العنين. والآن كان من المفترض أن يكون معنا النائب محمد أبو العنين، ولكنه أرسل مقطع فيديو ليشاركه معنا. دير مايسترو عادل اسكندر، كوندكتور ليالي زمان اوركسترا اكاديمي. عزيزي المايسترو عادل اسكندر، قائد اوركسترا ليالي زمان اكاديمي. السيدات والسادة الاعزاء، تحية طيبة لكم جميعا. وددت حقا ان اكون مع الجميع للاحتفال بهذه المناسبة الرائعة. يشرفني جدا ان يتم اختياري للحصول على جائزة الدكتور جالو للانجاز مدى الحياة. خالص اعتذاري لليالي زمان والدكتور جالو لعدم تمكني من الحضور شخصيا، حيث طلب مني رئيس البرلمان المصري الحضور وتمثيل مصر في الاجتماع البرلماني الأوروبي العاجل في مدريد وإسبانيا. السيدات والسادة،
في حين أنني لا أستطيع أن أكون هنا معكم. أنا فخور جدا برؤية الثقافة المصرية والعربية والشرق أوسطية والعروض الموسيقية وفرق الأوركسترا مثل الآلي زمان تحت قيادة القائد المايسترو عادل اسكندر. يؤدي ويشارك أصوات وألحان مصر الأم مع العالم وفي أمريكا، دولة ذات أهمية استراتيجية وثقافية وسياسية واقتصادية لمصر والشرق الأوسط والعالم كله. مبادرات القوى الناعمة مثل الموسيقى والرياضة والتاريخ والفن نشرت أهمية مصر وجمالها في جميع أنحاء العالم، مما يجعلنا جميعا فخورين جدا بذلك. الموسيقى جزءا من الحضارة المصرية منذ بدايتها من خلال الرسم على المقابر والمعابد باستخدام الآلات المتنوعة. شكلت الموسيقى جزءا لا يتجزأ من التقاليد المصرية، بل أيضا شكلت جزءا من الحياة اليومية والاسترخاء. مصر هي بلد أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وبليغ حمدي ورياض السنباطي وغيرهم. وهناك مبدعون مصريون آخرون أثروا الغناء والموسيقى في الوطن العربي كله. وبالفعل كنت أطلع إلى مخاطبة الحضور وجميع أصدقاء اليوم وخاصة المصريين والأمريكيين برسالة عظيمة عن مصر الحديثة. مصر اليوم تفتح أبوابها لفرص عظيمة للجميع، حيث إننا نصنع الحضارة الجديدة مع مصر الحديثة اليوم. بالطبع هناك الكثير من الخطب والمحادثات، ولكن للأسف اليوم لا يمكننا إهمال ما يحدث في غزة، لأن الوضع في الشرق الأوسط خطير للغاية الآن. كمواطن مصري لا أستطيع أن أنسى ذكر الوضع الرهيب في غزة. يجب علينا مضاعفة جهودنا الجماعية لتحقيق السلام حتى يمكن سماع العقل البشرية والروح وأصوات أوركسترا ليالي زمان ومصر في جميع أنحاء العالم. مصر تتخذ كافة الإجراءات من أجل السلام وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة بفضل توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كل ذلك يحدث بالتوازي مع مفاوضات السلام في القاهرة مع الأطراف المتنازعة. أتمنى أن يدعم الموسيقيون حول العالم وقف إطلاق النار في غزة من خلال عروضهم التي تقدم للإنسانية من أجل الارتقاء بالذوق الإنساني والتي تدعم إنقاذ الأطفال الأبرياء وعلاج النساء المصابات وكبار السن. أود أيضا أن أتوجه بالشكر إلى السيد ديلانو روزفلت وصديقي باتريك ماسينو والمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، وهي منظمة أمريكية في واشنطن العاصمة، على كل جهودكم المبذولة في بذل كل ما هو ممكن ونقل صوت العرب ومخاوفهم إلى الولايات المتحدة. إن جهود السيد ديلان روزفلت الرئيس وإرثه من القيادة والخدمة العامة موثقة جيدا ومقدرة في جميع أنحاء العالم وتحظى بالإعجاب في مصر والمنطقة العربية. أتمنى لكم الدكتور ريموند جالو وأوركسترا ليالي زمان والمايسترو عادل اسكندر والموسيقيين جميعا أن تواصلوا رحلتكم وجهودكم. نحن بحاجة إليكم جميعا أكثر من أي وقت مضى. مرة أخرى أشكركم جميعا على جائزة الدكتور ريموند جالو للإنجاز مدى الحياة، وأعدكم بأن زيارتي القادمة سأكون معكم جميعا. ويا سيدتي وسادتي أشكركم جميعا أيضا. شكرا للسيد النائب محمد أبو العنين، كم هو رائع أن أراكم جميعا الليلة. أريد فقط أن أتقدم لكم بشكر خاص لكم جميعا. أنتم جميعا فريق رائع، ويمكنني أن أتخيل أننا جميعا سنكون سعداء فقط لجلب السعادة والحب للجميع. هذه هي الجائزة، هذه هي الجانب من الاحتفالية. كان في احتفالية فنية رائعة، وتحدث الدكتور ريموند جالو عن النائب محمد أبو العنين، وزي ما قال كده أنه يعني كان زعلان أنه مش هيحضر، ولكن عرف في الآخر أنه عنده مشاركة مهمة جدا في مؤتمر البرلمان الخاص بدول البحر المتوسط، بيمثل مصر في هذا المؤتمر. وقال لك أن أنا الليلة سعيد أن أنا موجود كمان عشان أسلم هذه الجائزة أو أسلم هذه الجائزة ليه، و بيشكروا على قبول هذه الجائزة، جائزة الدكتور جالو لي عن إنجازات مدى الحياة. رجل دكتور جالو زي ما قلت لحضراتكم كان مستشارا رئاسيا لسبع إدارات أمريكية متعاقبة لشؤون الشرق الأوسط، بيشغل حاليا منصب عضو مجلس أمناء مجلس العلاقات الأمريكية العربية. هذه الجائزة تمنح
من قبل لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية داخل مجلس العلاقات الأمريكية العربية، جائزة بتمنح سنويا. تحدث دكتور جالو عن النائب محمد أبو العنين واتكلم على أنه قال لك هذا الرجل بيقوم بدور كبير ودور رائع ودبلوماسي وإنساني، وهو صوت للعالم العربي وصوت أيضا مؤثر عن الوضع في فلسطين والحالة اللي موجودة فيها في قطاع غزة. تحدث النائب محمد أبو العنين عن دور الفن، تحدث عن القوة الناعمة المصرية، تحدث على الولايات المتحدة الأمريكية وقال إن هي دولة مهمة لمصر والشرق الأوسط، واتكلم على يعني أهمية الموسيقى واللي ما يتم في هذا المجال، واتكلم على الجالية العربية والجالية العربية وهذه الاحتفالية التي أقيمت وبقيادة المايسترو الرائع عادل اسكندر وليالي زمان أكاديمي بيقود هذه الأوركسترا، ويتكلم على طبعا أنه ده كمان جزء من التغيير في الثقافة الفنية والمجتمع سواء المصريين اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، المهاجرين أو المقيمين أو حتى اللي بيزوروا بيحضروا هذه الاحتفالات، وأيضا العرب بالإضافة إلى الجاليات المختلفة الموجودة وأيضا حتى الأمريكيين الموجودين، وقال إنه ده كمان بيكون إضافة لصبغة ودور الموسيقى العربية ودور الفن المصري على المجتمع الأمريكي وعلى المجتمع العربي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإنهم يستمتعوا بالفن المصري الراقي والأصيل والفن المحترم، وقال إنه ده هو الفن ودي الرسالة اللي احنا دايما بنتكلم عنها، وده بيكون في مزيج ما بين المزيج المصري العربي بين وجمع ما بين الفنانين في أبناء الجالية المصرية والعربية الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال ده كمان بيكون في تناسق وتآلف بين الدول العربية والوحدة العربية الأصيلة والفن المصري والعربي، وده بيكون بيؤدي إلى وجود وحدة فنية عربية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وده بيكون سفير للموسيقى العربية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال ده بيكون على مدار السنوات الماضية يعني الموسيقى كانت مؤثرة للغاية داخل الشعوب ولها تأثير كبير جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فقدم لهم أيضا الشكر وقال إنه بلد مصر العظيمة هتفضل بلد الإبداع وبلد المبدعين وبلد الطرب والموسيقى، بالإضافة إلى دورها كدولة كبيرة ودورها نحو السلام في العالم والشرق الأوسط كما تحدث النائب محمد أبو العنين. نروح للدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة في المهرجان إبداع، كان ختام المهرجان إبداع في مسرح جامعة القاهرة بمشاركة عدد كبير جدا من النجوم وكبار الفنانين المصريين وحضور أيضا عدد كبير من الشباب الذين شاركوا في هذا المهرجان على مدار اللي كان خلال طبعا المهرجان ده استمر عدة أيام، ولكن كان حفل ختام بحضور الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة، واللي كان سعيد جدا بهذا المهرجان، سعيد جدا بالمشاركة الكبيرة جدا من شباب مصر من مختلف المحافظات، أيضا الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والذي أثنى على المبدعين وعلى الشباب المبدع من مختلف الجامعات المصرية ومختلف المراكز الشباب المصرية، كان هناك مشاركة كبيرة جدا من مختلف كمان المحافظات وطبعا الفرق الفنية المختلفة، وأيضا كان حاضر فنان سامي مغاوري، فنان محمود الحديني، فنان سامح السريطي، وسيناريست الكاتب عبد الرحيم كمال. نتابع هذه الاحتفالية الرائعة والمهرجان في تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتابع ثم فاصل أخير وعود لحضرتكم. يا للطاول على
استكمالا لدوره في احتضان ورعاية الموهوبين من الشباب الجامعي وإفساح المجال أمامهم وإطلاق العنان لمواهبهم المدفونة، والذي يعد حاضنة أطلقتها الدولة بدعم من القيادة السياسية لاكتشاف المواهب وتنميتها في شتى المجالات. شهدت جامعة القاهرة حفل ختام مهرجان إبداع في نسخته 12 والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، حيث أقيم بمسرح الجامعة تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وكوكبة من الفنانين المشاركين في الحفل. بنعمل برامج كتير جدا في انتقاء الموهبة زي ما احنا بنشوف وبنقدمه للمجتمع، حتى لو بنعمل دعم مستمر لهؤلاء، لكن بنقدم هذا الطالب الجامعي وبننقي الموهبة، وبيكون في رعاية الشباب أو في الجامعة أو في الكلية ناس بتمرن دول، إذن بقى في دورة اقتصادية اشتغلت تانية علشان يكون في ناس تعلم وتدرب وتعمل فرق، ويستمر هذا لغاية لما بنعمل التحكيم على مدار الموسم كله، وبيخرج من 19 مجال كل الحاجات الجميلة اللي احنا بنشوفها وبنقول، زي ما شفنا في الاختيار والمسلسلات اللي بتعبر عن يعني جيشنا وحاجتنا ما بنخلصش. المسرح ابو الفنون، المسرح هتجد فيه تمثيل وهتجد فيه غناء وهتجد فيه اضاءة وهتجد فيه اخراج وهتجد فيه موسيقى وهتجد فيه ديكور. ففي الحقيقة اليوم نحن فخورون بحجم المواهب المصرية الشابة التي ظهرت تحت قبة جامعة القاهرة بعد ماراثون من المنافسات الشديدة بين طلاب الجامعات المصرية. النهاردة تكليل لمسيرة نجاح، احنا 12 سنة إبداع الجامعات برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة الولاد الفايزين هم يعني بمبناية الحفلة بقى، كل الفقرات ولادنا اللي هم فايزين في كل مجال هم اللي بيقدموا الفقرات بتاعتهم، افضل الوسط في الغنى في الموسيقى، الولاد في الانشاد الديني هتشوفوهم في الترانيم، في فيلم كبير بيحكي قصه ابداع كلها بشكل حلو جدا. يعني حرصنا السنه دي ان احنا نوريكم احنا بنتعب ازاي، يعني الدنيا تشوف كلها الفيلم، احنا مراحل المسابقه مش بس مجرد الحفل الختامي، لا ده في اجراءات كتيره بتتعمل عشان نوصل للحفله دي. كل نجوم الحفلة الشباب المتميز الفايز في المسابقة. مسرح الجامعة هو البوتقة الحقيقية اللي بتشهر الفنان، وأي ممثل مسرح أو أي فنان في العموم لم يشغل باله بالمسرح الجامعي أو الفن أثناء دراسته الجامعية بيبقى فيه شيء ناقص. وأنا عشت التجربة دي أيام ما كنت طالب في كلية الحقوق جامعة عين شمس، كان ليه أيضا تجربة أساسية جدا اللي هي قوافل خدمة الجبهة، وكنا بنسافر وإحنا طلبة في الجامعة لجبهة القتال، وكنا بنقدم عروضنا الفنية والمسرحية والغنائية والموسيقية للملاجئ للجنود والضباط تحت الأرض، ده قبل الحرب. بعد الحرب اشتغلنا فوق الأرض في المواقع نفسها والتشكيلات، كنا بنعمل قوافل فنية لجميع محافظات وأقاليم الجمهورية، وكنا بنسافر، وكانت رعاية الشباب في الجامعة في حدود إمكانياتها وقتها بتعمل لنا يعني حاجات من التكريم أو الترفيه. مهرجان جامع شامل، وده حدث مهم جدا جدا، احنا في الدورة الـ12 يعني بقالنا 12 سنة في هذا المهرجان، وعلشان كده انا شايف انه يعني انا بسال سؤال والسؤال ده اتقال لي من الشباب، طب يا استاذ محمود بعد ما نتخرج من الجامعه هنروح فين؟ لانه فعلا التقط وخدوا جوائز في المهرجان مره واتنين، هيروحوا فين؟ ودي نقطه مهمه جدا. لكن انا لقيت الدكتور اشرف صبح وزير الشباب، الحقيقه انسان نشط جدا وهايل، قدر ان هو ينمي مراكز الشباب بحيث ان هو يتخرج من الجامعة واذا كانت الموهبة ما زالت جواه هيلاقي مركز الشباب في البلد اللي هو عايش فيها او المدينة او المحافظة اللي هو عايش فيها. النهاردة الدولة متمثلة في وزارة الشباب قامت
ونظمت مهرجان في كافة المجالات، مسرح وغناء واستعراض وكله. فطبعا ده شيء بصرف النظر عن اكتشاف المواهب، هو إتاحة الفرصة للشباب للممارسة ويعرفوا هم فين بالظبط، واللي يبقى كويس أكيد هيشق طريقه ويثري الحركة الفنية إن شاء الله. الجامعات المصرية طول عمرها بتطلع مواهب كبيرة، وده دورها مش منا يعني، المفروض طول الوقت الجامعات تسعى إنها تطلع، لأن مصر دي مليانة مواهب، أجيال عظيمة سبقت وأجيال حالية وأجيال أعظم إن شاء الله اللي جاية. سعيد طبعا وفخور بإن أنا جزء من المهرجان وإن هيكرموني، لكن كمان سعادتي أكبر بالشباب، هم دول اللي يستحقوه، هم دول اللي لازم نبذل كل مجهود عشان المواهب الكبيرة دي هي اللي بتحمينا من كل شيء في المسارات التانية الضارة يعني. كل ما تطلع موهبة كل ما تقفل باب من أبواب الإرهاب، كل ما تطلع حاجة حقيقية وجوه شاب كل ما بتبقى بتخدم يعني البلد 100 سنة لقدام. شمس الدين العربي لبرنامج على مسؤوليتي. نروح لريهام عبد الحكيم والأوبرا المصرية والزمن الجميل، منوعات من الزمن الجميل، وكالعادة ريهام عبد الحكيم وكل نجومنا وإبداع في الأوبرا المصرية. نتابع هذا التقرير ثم أعود لحضراتكم. وفقا لاهتمام الثقافة المصرية التي تسعى للحفاظ على التراث الإبداعي بمختلف الأشكال، أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا كبيرا يحييه صوت مصر العذب، المطربة ريهام عبد الحكيم وبمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية. النهارده حفل منوعات الزمن الجميل وفرقة نويرة قيادة المايسترو احمد عامر. طبعا احنا معانا النجمة الكبيرة ريهام عبد الحكيم، احلى الاصوات في مصر كلها، احنا بنتشرف بوجودنا معاها. طبعا حفلة مهمة جدا، واختيارنا جه من اهمية الحفلة يعني. انا اخترت عمل ما بيتقدمش كتير، طبعا هو فاتت جنبنا الحان الموسيقار عبد الوهاب، غناء الاستاذ عبد الحليم حافظ العندليب الاسمر. طبعا عمل ما بيتقدمش كتير لانه عمل طويل جدا، وما بينفعش الاختصارات فيه لانه هو بيحكي القصه كلها، فاختصارات بتبقى من الصعب قوي ان احنا نختصر منه، فلازم يتقدم زي ما هو. فطبعا احنا عملنا عليه بروفات، احنا لقيناه يعدي اكتر من نص ساعه مثلا، فعمل مهم جدا ان شاء الله يليق بالجمهور النهارده ويليق بالناس، وان شاء الله ينال اعجابهم باذن الله ان شاء الله. كما شهد المسرح الكبير حضور منقطع النظير من قبل محبي الأغاني الطربية، معبرين لنا عن مدى سعادتهم وفخرهم بوجود مثل هذه الأصوات الطربية. حفلة جميلة جدا طبعا يعني، دايما حفلات الأوبرا المصرية من يعني بتسري دايما الأجواء الثقافية والموسيقية في جمهورية مصر العربية، وبالذات في بدايات فصل الصيف يعني. أصوات رائعة، أصوات جميلة جدا جدا يعني، حقيقة مشابهة جدا للأصوات الطبيعية بتاعت الفنانين اللي هم بيغنوا لهم الأجواء.
انطباع من تفاعل الجمهور مع الحفله ومع المغنيين، وخصوصا الاغنيه الاخيره بتاعت فاتت جنبنا. مجموعة جميلة جدا من الأغاني، أنا متعود دايما إن أنا أجي حفلات زي كده يعني، خاصة ما تكون كمان حاجات لأصوات جميلة يعني. أغاني جميلة وأصوات جميلة، وبجد يعني هم فنانين محتاجين إن احنا نقدرهم أكتر من كده اللي بيغنوا في الأوبرا. حالة من الطرب والشغف عمت دار الأوبرا المصرية، وسوف نشهد خلال الأيام المقبلة العديد من الحفلات التي ترجعنا إلى زمن الفن الجميل. رضوى نبيل لبرنامج على مسؤوليتي. قبل ما أختم الاستفتاء هعرضه لحضرتك، ولكن قبل ما أعرض الاستفتاء دلوقتي لسه على صفحتي على فيسبوك كمان، فيبدو انه جمهور فيسبوك غير تويتر، يعني ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة، ولكن عموما الاستفتاء هيبقى موجود معانا، طرح السؤال لحضراتكم، ويوم السبت هطرح هوريكم كمان على فيسبوك. خلينا نروح لي على اكس، هل تؤيد تحويل الدعم من سلع الى دعم نقدي؟ نتكلم على اللي دخلوا بيأدلوا بصوتهم، 5672 واحد، 23.7% منهم في المية قالوا نعم، مع في 76.3% في المية بيقولوا لا. زي ما بقول لكم ده يمكن يوم السبت كمان يعني، واحنا بقول لحضراتكم انه ده مهم في اطار انه حوار مجتمعي وراء الناس زي ما قال دولة رئيس الوزراء النهاردة، وبالتالي بنطرح لحضراتكم، ويوم السبت كمان نورح حضراتكم كمان يكون مشاركات داخلين معانا من هنا لحد يوم السبت كمان، وعلى صفحتنا كمان على فيسبوك طرحت نفس السؤال، وهنجد كمان ردود فعل حضراتكم ونتابع مع بعض على مدار الايام الجايه، وكمان هنسال الناس حتى في الشارع يوم السبت ان شاء الله، يبقى معانا تقرير نسال الناس نفس السؤال ونسمع. وزي وعلى فكره هنتحرك مش في القاهره بس، هنتحرك في المحافظات ونسال الناس عشان ناخد كمان صوره اخرى من الشارع، يعني الحوار الوطني هيعمل وحوار مجتمعي يتعمل مع الحكومة مع الوزراء وغيره، ولكن المواطن كمان اللي موجود في القرية موجود في نجع موجود في محافظة اللي هو كمان هو ده رأيه، نطرحه ونوريه لحضراتكم كمان على الهواء. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، اشوفكم السبت ان شاء الله، تصبحوا على الف خير.